النصيحه دي ببساطه يا جماعه، فعلت دور الجمعيه العموميه من لحظه المشاركه في صياغتها بند بند، وبرجع باكد عليه تاني بند بند، وبتخليهم الرقيب الحقيقي على مجلس الاداره. وكمان بتشترط ان اعضاء مجلس الاداره ورئيسه والمدير التنفيذي يكونوا من مثلا يعني يكونوا من حمله المؤهل الجامعي، مش زي اللائحه الاسترشاديه اللي بتقول ممكن تكون مؤهل متوسط. كمان اللائحه الجديده بتدي الجمعيه العموميه من اعضاء النادي بتديهم السلطه في اعتماد او رفض اي قرار لمجلس اداره. كمان بتنشئ لاول مره لجنه تظلمات من رجال القضاء، وبتدي الحق لاي عضو في النادي ان يتظلم من اي قرار اداري اتخذ جوه النادي حتى لو كان من مجلس الاداره. مشروع لائحه النادي الاهلي بيحمي مستقبل النادي، بيحمي مستقبل النادي الاهلي وبيحمي استثماراته. اهلا بحضراتكم في يوم مش عادي، يوم مش طبيعي في تاريخ النادي الاهلي، يوم التصويت على لائحه نظام النادي الاهلي الاساسيه او مشروع لائحه نظام النادي الاساسيه. لسه سامعين الكابتن محمود الخطيب اسطوره الكوره واسطوره النادي الاهلي بيقول ان هي اللائحه دي فعلت الدور الاساسي لكل اعضاء الجمعيه العموميه وخلتهم كمان في رقابه على مجلس الاداره. تصريح كان مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب لما تعرفوا ان مجلس اداره النادي الاهلي بيحط لائحه بعنوان لائحه أو اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، يعرفوا أن هي لائحة تليق باسم كل أهلاوي باسم كل محب النادي الأهلي في كل مكان. لائحة عظيمة جدا، لائحة شارك فيها كل الفئات كل محب النادي الأهلي. عشان كده بقول لكم لائحة باسمكم، لائحة بشكلكم، لائحة بتليق بيكم في كل مكان من صغير لكبير لكل حد. بصراحة لائحة فعلا زي ما قال الكابتن محمود الخطيب لمستقبل كل الأهلوية. زي ما أنتم شايفين الإقبال الكبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي قدامكم على الهواء، بنتابعكم لحظه بلحظه وبنتابعهم لحظه بلحظه عشان بقول لكم يوم تاريخي. عايز اقول لكم كمان ان تويتر دلوقتي ترند، المتصدر لتويتر دلوقتي باسم النجم الكبير رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب. طبيعي جدا لما يكون في حدث زي كده، طبيعي جدا واقل من الطبيعي كمان ان يتصدر تويتر ترند باسم محمود الخطيب. محمود الخطيب اسم كبير جدا وقيمه كبيره جدا، مش عايز اقول في بصراحه اكتر من كده لان انا كلامنا مجروح قوي او شهادتنا مجروحه قوي للكابتن محمود الخطيب، لان احنا كلنا بنعشقه قبل ما يكون رئيس للنادي، كمان بنعشقه كرجل في كل حاجه تتمناها في رجل بصراحه. فعشان كده شهادتنا مجروحه فيه، لكن عايز اقول لكم دوركم انتوا او قيمتكم انتوا كاعضاء جمعيه عموميه او كجماهير نادي الاهلي في كل مكان، دوركم كبير جدا، قيمتكم كبيره جدا، تهزوا اي مكان. دايما بقول النادي الاهلي دوله كبيره جدا جوه دوله، ليها دستورها وليها كل حاجه، كيان كبير جدا بيحمي جماهيره، جماهيره اللي هي اعضاء الجمعيه العموميه داخل النادي الاهلي وجماهيره الخارجيه اللي هي الجماهير ومحبي النادي الاهلي وسند النادي الاهلي الحقيقي. ليكوا قيمه كبيره جدا احنا عارفينها كويس قوي، عشان كده احنا بنعمل كل حاجه تتخيلوها من اجل اسعادكم ومن اجل رضاكم. طبعا بنطلب رضا ربنا في الاول وفي الاخر، لكن طبعا رضا الجماهير الاهلاويه دي حاجه كبيره جدا ان احنا ننول الشرف ان احنا ننول رضا الجماهير الاهلاويه. عشان كده بقول لكم قيمتكم كبيره جدا واحنا عارفينها ومقدرينها، ودايما كمان بنسعى لارضاء كل الجماهير الاهلاويه. عشان كده قلت لكم في الاول وفي الاخر الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته الموقر عمل لائحه بشكلكم بلونكم بلون الاهلاويه بعظمه الاهلاويه، شارك فيها كل حد، عرضها للتصويت مرة واثنين وثلاثة وعدل بنود فيها أو عدلوا بنود فيها كتير كمان في الأول وفي الآخر عشان كله يبقى موافق على هذه اللائحة، لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. إن شاء الله كل عشاق النادي الأهلي أو كل محبين النادي الأهلي وكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي يكونوا مشاركين في هذه اللائحة اللي بتحط الأعضاء في مستقبل إن شاء الله مستقبل يليق باسم الأهلوية كلهم. عايز أرجع وأقول إن طول ما النادي الأهلي ليه أعضاء جمعية عمومية يشرفوه زي ما حضراتكم شايفين كده، أعضاء جمعية عمومية دايماً حاضرين في كل المواقف، في كل المواقف دايماً بيروح النادي الأهلي لما بيحتاجوا النادي الأهلي أو لما النادي الأهلي بيحتاجهم قوي، بتلاقيهم اللي رايح على كرسي واللي رايح حد شايله واللي رايح حد سنده والطفل والكبير والصغير كله بيقول الأهلي إحنا موجودين معاك وإحنا دايماً سند ليك. قلت لكم سند جوه النادي وسند كبير قوي قوي بره النادي.
جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي مش اعضاء في الجمعيه العموميه بيشاركوا بكلامهم على تويتر، على الفيسبوك، على اي مكان بصراحه، على كل وسائل السوشيال ميديا بيشاركوا، دايما حاسين بنبضهم حتى وهم مش جوه النادي، دايما حاسين بنبضهم كمان اللعيبه كمان حتى وهم مش جوه الاستاد، دايما صوتهم عالي حتى لو ما بيتكلموش، دايما صوتهم سابق الكل حتى لو محدش بيسمعهم، دايما صوتهم هو العالي. وانتوا عارفين صوت الجماهير الاهلاويه لما بيعلى ايه اللي بيحصل. جماهير ليها كل الاحترام وليها كل التقدير، سند كبير جدا للنادي الاهلي جوه وبره، زي ما قلت لكم مهما نقول في حق الجماهير الاهلاويه عمرنا ما نوفيهم حقهم، واحنا دايما بنتكلم وما لناش اي مصلحه عندكم، زي ما انتم مالكوش اي مصلحه ان انتم تحبوا النادي الاهلي وتموتوا عشان النادي الاهلي. جماهير تستحق كل الاحترام وكل التقدير، ودايما شايلينها فوق راسنا من فوق، زي ما انتم شايفين اقبال على التصويت على اللائحه الاساسيه. بصراحه يعني يوم فعلا، يوم مش عادي فعلا، ويوم تاريخي في النادي الاهلي. عارفين لائحه النظام الاساسي بتعيش سنوات وسنوات مع مجالس ادارات مختلفه، لكن بيكون دستور للنادي الاهلي، دستور بيحطوا ناس كفاءه جدا ان هم يحطوا دستور النادي الاهلي، مش اي حد بيحط دستور النادي الاهلي. قلت لكم وبعيد وبزيد، دوله جوه دوله طليق باسم كل محبي النادي الاهلي. معانا من النادي الاهلي طبعا من جوه الخيمه كل المراسلين والزملاء احمد كوان وشريف شعبان وكابتن خالد العوضي وعمر ربيع ياسين، هينضم لهم بعد قليل. كمان هيكون معانا النجمان الكبيران المهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، محبي النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي، هيكونوا برضو معاكم من جوه النادي الاهلي. بنحاول نغطي وبنحاول نرضيكم بكل ما هو متاح بالنسبه لنا. بقول لكم بعيد عليكم تاني، انتوا نبضنا واحنا نبضكم، طول ما انتوا في ظهر النادي الاهلي ولا اي حد هيقدر ياثر عليه، ولا اي صوت مش مسموع اساسا هيقدر ياثر عليه، ولا اي قوه في الدنيا تقدر تاثر على النادي الاهلي، طول ما النادي الاهلي ماشي بمبادئ وماشي باسس ومادي وماشي بقوانين وماشي وهو سند ظهره على حد، بيكون محل للسند ده، بيكون قد السند ده. جماهير النادي الاهلي في كل مكان، جماهير النادي الاهلي العظيمه والعاشقه بره اسوار النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي محبي النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. زي ما انتم شايفين قدامكم كل الفئات العمريه، قلت لكم دايما لما النادي الاهلي بينادي جماهيره هم بيكونوا هناك قبل ما النادي الاهلي حتى يناديهم. اليوم النهارده يوم مش عادي، ان شاء الله في نهايه اليوم يقولوا كلمتهم ويقولوا لكل الناس اللي بتقول النادي الاهلي اعضائه مش هيروحوا، اعضاء النادي الاهلي دايما عند حسن ظن النادي الاهلي، ودايما محبي وعشاق النادي الاهلي في قلب النادي وفي قلب اي حدث، وبيردوا على اي حد بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام. قلت لكم دستور بيليق باعضائه، بيليق بكل من ينتمي لهذا الكيان الكبير، دستور انتوا شفتوه وشاركتوا فيه، زي ما الكابتن خطيب قال بيفعل دوركم بطريقه ايجابيه جدا، بيفعله بطريقه ملموسه جدا، بيديكوا حق في الرقابه على مجلس اداره النادي الاهلي، بيديكوا حق في كل حاجه. كابتن محمود الخطيب عارف يعني ايه اعضاء النادي الاهلي، عارف يعني ايه. لما بقول الكابتن محمود الخطيب بقول الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، عشان كده بقول لكم ان هو عمل دستور، هو عمل لائحه اساسيه للنادي الاهلي، بقول دستور عشان انا دايما حاسس ان النادي الاهلي بلد جوه بلد. بيليق بيكوا فعلا، بيليق باعضائه فعلا، فعلا ليكوا دور فيه، كل الفئات شاركت فيه، كله كان ليه دور فيه، كله كان ليه صوت فيه، عشان كده كلكم لازم تنزلوا تشاركوا في هذا الدستور، دستور النادي الاهلي. هيبقى معانا بعد قليل زي ما قلت لحضراتكم عدلي القيعي وابراهيم المنيسي محبي النادي الاهلي، تعالوا نروح نشوفهم ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين معاكم من هنا من استوديوهات النادي الاهلي داخل مدينه الانتاج، ومعانا طبعا كان المهندس عادل الكويع والاستاذ ابراهيم المنيسي، يعني معشوقي النادي الاهلي واللي بصراحه اللي بيتابعوهم بالملايين وليسوا اشخاص. وانا عايز اقول لكم مش مشكله الكتره خالص، مش مشكله يعني، انا ممكن كعبد الحميد حسن يتفرج عليا واحد بس، لكن واحد مقتنع بيا وعارف ان انا انسان يعني، او بلاش عبد الحميد حسن، اي واحد ممكن يتفرج على حد هو مقتنع بيه، عنده مصداقيه، عنده حب بجد من قلبه،
ممكن ملايين تتفرج عليك، بس تتفرج عليك ليه؟ انت مش عارف، ممكن بيتفرجوا عليك عشان هم مش عارفين انت مين بالظبط، انت ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. ممكن بيتفرجوا عليك عشان انت بتضحكهم، ممكن بيتفرجوا عليك عشان انت راجل بتتكلم وخلاص، لكن ممكن واحد بس يكفيك شرفا ان هو بيتفرج عليك ومقتنع بيك. لكن طبعا عادل الكويا وابراهيم المنيسي مع احتفاظ بألقاب ناس معشوقه لجماهير النادي الاهلي وناس عاشقين للنادي الاهلي وترابه كمان. اي حد بيشتغل في النادي الاهلي هو فعلا عاشق للنادي الاهلي وبيقدر يعني ايه النادي الاهلي وعارف قيمته كويس قوي. عايز اقول لك كمان ان النجم الكبير الكابتن الكبير ربنا يديله طول العمر يا رب، الكابتن فتحي نصير، قال النهارده ان التاريخ بيغازل الكابتن محمود الخطيب. يعني يوم 28 سبتمبر 1970 انضم الاسطوره الكابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي، والنهارده 28 سبتمبر 2018 التصويت على دستور النادي الاهلي. يعني دي من المفارقات برضو الغريبه. 1 ديسمبر 88 كان تاريخ اعتزال الكابتن محمود الخطيب، و1 ديسمبر 2017 كان تاريخ دخول الكابتن محمود الخطيب من اوسع الابواب كرئيس للنادي الاهلي. طبعا حدث تاريخي للكابتن محمود الخطيب، واي حد يتمنى انه ينول شرف رئاسه النادي الاهلي. دي طبعا تواريخ الهنا كابتن فتحي نصير، كابتننا الكبير وكابتننا المحترم جدا، ربنا يديله الصحه وطوله العمر. لكن طبعا ارقام اكيد هو عارف ان هي ارقام حقيقيه، دايما الناس الكبيره بتدخل كده من اوسع الابواب في التاريخ. النادي الاهلي بحر كبير جدا، بحر دايما مضيء، ممكن تلاقي نقطه سودة كده عمرها ما هتنول من نادي الاهلي وهذا الكيان الكبير. النقطه السودة دي يعني ياما الامواج الجماهيريه ممكن تدوس عليها وخلاص. هيكون معايا بعد قليل النجم الكبير كابتن ماهر همام والكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم. في هذا الفاصل هتشوفوا عمر ربيع ياسين معاه كابتن كبير ايضا كابتن زكريا ناصف. استنونا. مرحبا بيك كابتن عبد الحميد حسن وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. لسه مكملين في يوم نظام اللائحه الاساسيه التصويت عليها من داخل فرع نادي الاهلي بالجزيره. اكيد هيكون معانا نجوم كثيره جدا علشان ناخد رايهم ونسالهم عن اليوم، وان شاء الله يعني ربنا يختمه بان الجمعيه العموميه يتم الاعتماد اللائحه بالنصاب القانوني. واكيد معنا واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي اللي هناخد رايه في اليوم التاريخي الخاص باللائحه، وايضا كمان هنساله على اخبار كره القدم واستعدادات النادي الاهلي في مباراته المقبله القادمه في افريقيا. كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن زكريا نصر. كابتن زكريا برحب بحضرتك. اهلا بك يا عمر وتحياتي لميدو وكل جماهير الاهلي. طبعا كابتن زكريا حضرتك يعني واحد من اوائل الناس اللي كنت موجوده في التصويت على لائحه النظام الاساسي. اكيد طبعا يوم منظم، يوم زي ما حضرتك شايف الاعضاء متواجدين فيه بكثافه. راي حضرتك في التنظيم، وان شاء الله يعني اكيد الجمعيه العموميه هتعدي، فعايز اعرف راي حضرتك في اليوم الخاص بلائحه النظام الاساسي. هو يوم تاريخي لعيله الاهلي النهارده، لان الاعضاء بتقرر مستقبل اولادها واحفادها. الأعضاء عارفة أن ده حق مكتسب وواجب عليهم في نفس الوقت. الحقيقة مجلس الإدارة عمل خطوة مهمة أوي أن الأعضاء يشاركوا في وضع اللائحة، وده من خلال ورش العمل اللي اتعملت، ويمكن أنا كنت حاضر ورشة العمل الخاصة بالرياضيين. أهم سمة كانت واضحة أوي يا عمر هي الاختلاف مش الاتفاق، ودي ظاهرة صحية جدا. أن احنا كنا بنقول رأينا في بعض المواد، بنعدل في بعض المواد، بنضيف بعض المواد، وده منتهى الديمقراطية. عشان كده اليوم ده بنقول عليه يوم تاريخي لعيلة الأهلي، لأن النهاردة نقدر نقول إن الأهلي بيتفرد وبيدي مثل ونموذج هو من الصعب تقليده بصراحة، عشان بس أكون واضح، من الصعب تقليد أسلوب النادي الأهلي وموروثاته اللي احنا بنتعلمها وبنحاول نعلمها لشبابنا وولادنا. الجمعية الأعضاء قرروا بالموافقة على اللائحة، حتى لو في اختلاف زي ما بقولك في بعض المواد، لأن استحالة أكثر من 100 وحاجة ألف عضو هيتفقوا على اللائحة، لازم يبقى في اختلاف وده طبيعي. إنما الأغلبية قررت، واحترام للأغلبية في قرارها إن الموافقة على اللائحة بصرف النظر عن الاعتراض على بعض البنود. إنما اتفقنا على إن ده مستقبل النادي،
ولازم الكل يشارك فيه، وبالتالي المرأة شاركت والشاب شارك والرياضيين والاقتصاديين، كل شرائح النادي شاركت في وضع دستور مستقبل للنادي الأهلي. يعني ما ينفعش حضرتك تكون موجود معايا وما تكلمش مع حضرتك على مباراة النادي الأهلي القادمة في بطولة أفريقيا، فوز مهم جدا للنادي الأهلي امبارح في البطولة العربية، استعداد للمباراة القادمة في أفريقيا أو مباراة في القاهرة، المباراة الثانية هتكون في الجزائر، شايف فرص النادي الأهلي ازاي في البطولة الأفريقية كابتن زكريا؟ كل ثقة في الجهاز الفني واللعيبة، قدرهم كده وقدر النادي الأهلي التحديات والأزمات وتلعب في أكتر من بطولة في وقت واحد. لسه الأهلي ما خلص ماتش النجم اللبناني بفوز مريح جدا 4-1، يروح لأفريقيا وبعدها يكمل الدوري العام وبعدين كاس مصر. هو ده قدر النادي الاهلي، التحديات كتير والمسؤوليه كبيره، لكن الحقيقه كل من ينتمي للنادي الاهلي بيبقى عارف دوره وبيبقى عارف مسؤولياته. على المستوى الفني مش قلقان خالص، لان انا كنت عارف ان المستوى الفني هيجي مع الوقت. كارتيرون دلوقتي بنتكلم في كل المباريات اللي لعبها تقريبا 11 مباراه او اكتر بدون هزيمه، وتعادل في عدد قليل، والفوز في تقريبا مباريات كتيره. ده خطوه مهمه، لان انت عارف يا عمر لما بتحقق الفوز بيبقى فيه هدوء، في ثقه، مشاركه اللعيبه مش قلقان على مشاركه اللعيبة. انا عارف الجماهير دايما بتبقى عايزه تشوف اللعيبه كلها. بدأنا نشوف لعيبة، يعني بدأنا نشوف أكرم توفيق، بدأنا نشوف محمد شريف، صلاح محسن بدأ ياخد وضعه ويشارك. الحقيقة ما فيش قلق على النادي الأهلي. ماتش جاي ماتش مهم، لأن ده أمل وحلم لجماهير الأهلي إن احنا نستعيد كأس أفريقيا ونرجعه تاني دولاب النادي. وأفكرك كارتيرون لما كان بيبص على الدولاب شاور على كأس أفريقيا، لأنه عارف إن الجماهير عايزة ده. الكلمة اللي ممكن تكون أخيرة في الموضوع هي للجماهير، دايما احنا عارفين ان انتوا بتلعبوا قبل ما الفريق يسخن وبتخلصوا لعب بعد ما الفريق يخلص الماتش، هو ده دوركم، لان انتوا الوسيلة والهدف، انتوا الوسيلة اللي اللعيبة بتتشجع وبتتحمس بيكو، والهدف هو اسعادكم، فبالتالي المسؤولية كبيرة عليكم انكم شركاء في نجاح النادي الاهلي في انجازاته. وافكركم ان انتوا خدتوا احسن جمهور 2005 في افريقيا، فلازم تعيدوا ده، لازم تبينوا ده، لازم تثبتوا ده ان انتوا شركاء في الانجازات، وبالتالي مسؤولين زيكم زي الجهاز الفني زي اللعيبه. كابتن زكريا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا وكمان مشاركه حضرتك في يوم تاريخي للنادي الاهلي. كابتن عبد الحميد حسن كان معانا كابتن زكريا ناصف نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وخدنا رايه في يوم التاريخي الخاص بالنادي الاهلي الخاص بلائحه النظام الاساسي، وكمان اخذنا رايه في مباراه النادي الاهلي الافريقيه القادمه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، اكيد هنكون معانا مزيد من اللقاءات، لكن دلوقتي هنعود الى حضرتك في الاستوديو وهنكمل مع حضرتك في وقت تاني. شكرا ليك يا عمر، شكرا طبعا للكابتن الكبير كابتن زكريا ناصف، شايفين كل النجوم الكبيره، شايفين كابتن زكريا ناصف كل النجوم، مش عايز اعدد بصراحه عشان ما انساش اسماء، كنتوا شايفين برضو في الصوره ورا النجم الكبير كابتن احمد شوبير، احنا بس الاهلي قلنا كده بس، هتلاقي كل الدنيا مليانه اهلاويه زي ما منورني ومشرفني النهارده نجوم كبيره جدا في الاستوديو، كباتن كبار كابتن كبير كابتن ماهر همام نجم الاهلي ونجم مصر كلها، منور الدنيا. اهلا ميدو، اهلا بيك، عامل ايه؟ وحشنا. تمام، كله تمام، كله تمام يا حبيبي. ايضا النجم الكبير الجان بتاعنا بقى جان الاهلي كابتن شريف عبد المنعم، منور الدنيا كابتن. كابتن ميدو ازيك؟ دخلت علينا دخله كده خضتنا، كنت عايز الحقك. جاي من النادي وشايفك مولع الدنيا. يوم جميل يوم جميل وتحفه طبعا، وشكل النادي تحفه بصراحه، من الباركينج بره، من المساعدات، الناس كلها بتساعد بعض، كبار السن داخلين عاملين شكل جميل، او اطفال داخلين، يعني نجوم داخله تتكلم، ناس جايه بسرعه وجايه تطمن قد ايه الناس جت وقد ايه مش عارف ايه، ومفيش اي مشاكل في اليوم خالص الحقيقه. رموز النادي الاهلي نور اي حاجه. رموز النادي الاهلي النهارده بجد. شفت انبسطت لما شفت كابتن حسن حمدي، دكتور طبعًا. محمود بجنيد، ناس كتير، يعني الواحد كان بيشوف المناسبات بس، انما هم ملتزمين دايما بكيان ومبادئ النادي الاهلي الجميله. يعني اكيد اكيد يا كابتن ماهر، برضو اكيد نفس الاحساس ونفس الشعور عند حضرتك. والله يا بيدو يوم عالمي. احنا عايز اقول حاجه، لما بنخش النادي الاهلي بالذات الجزيره بيديلك شحنه معنويه كده،
واخد بالك انك انت في بيتك وسط اهلك وسط اصحابك الناس اللي ما شفتهاش زي ما شريف قال نجومنا الكبار اساتذتنا رؤساء الانديه المحترمين اللي احنا اشتغلنا معاهم على مر التاريخ تاريخ النادي الاهلي حاجه كده تحس كده بالطمانين حاجه تحس بالسعاده تحس ان المؤسسه ديت مؤسسه منضبطه طول عمرها مؤسسه عايزه لها اعداد وتحليل واخد بالك وانطباع وزي ما احنا بنتكلم على المؤسسه العسكريه ناجحه وقناه السويس ناجحه النادي الاهلي في الرياضه كمان ميدو بيمثل يعني حاجه كبيره قوي نظام من بدايه اليوم عايز اقول لك مش من بدايه اليوم ده يوم تاريخي زي الانتخابات في بدايتها زحف جماهيري وزحف من اعضاء جمعيه عموميه الواعيين اللي انا من خلال برنامجك بتشكر لكل عضو اهلاوي عنده وعي وعنده فهم وعنده ثقافه وحسه بناديه وخوفه على ناديه ده مش نادي يا كابتن ده بيته ووطن وزي ما انت قلت بيته ووطنه فازاي بقى انا ما انزلش وادلي بصوتي لبيتي ووطني اللي هو عملنا وعمل تاريخنا وفتح بيوتنا وربنا سبحانه وتعالى ثم النادي الاهلي في اللي احنا فيه فعايز اقول لك النهارده انا بحيي طبعا نجومنا الكبار ورموز النادي الاهلي اللي حضروا الكابتن حسن حمدي محرم الراغب يعني اعضاء مجلس اداره القدامى مع اعضاء مجلس اداره اللي موجوده حاليا مع الكابتن محمود الخطيب تحس كده ان في يعني اخوه تحس ان في ايد واحده تحس ان في التحام جميل جدا بالاسر الاهلاويه النهارده لو تشوف الاعضاء جايين من الساعه 9 الصبح انا كنت موجود من 9 الصبح ميدو الانطلاقه بتاعت الناس والناس رايحه على الصندوق بص بسعاده بنشوه بحب كل واحد بيضرب صوته وبياكد ان النادي الاهلي اللي بيعمله من خلال لائحته العدل ليه مره تانية هو ده الكلام اللي احنا عايزينه وحابينه باذن الله اكيد يا جماعه يعني انا شخصيا كل ما بيشرفني حد من نجوم الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كابتن ماهر وكابتن شريف كابتن ربيع ياسين كل النجوم الكبيره اللي بنتشرف بيها دايما في الاستوديو بتيجي تنورنا هنا في الاستوديو حاجه فعلا تحس ان هم روح الاهلي وشكل الاهلي وزي ما انا قلت لكم كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته عمل نظام اساسي النادي الاهلي بشكل الاهلي ولونه وطعمه وكل حاجه وكمان الاعضاء مشاركين فيه مشاركه ايجابيه جدا كل الاحترام والتقدير لهؤلاء النجوم مش عايز اقول لكم قمه الاحترام هنا في الاستوديو يعني انا عايز اقول لكم كل مره كابتن شريف يجي يقول لي خلي بالك كابتن ماهر امام الاول تقدمه الاول كل مره يا كابتن شريف فاكر حاجه قمه في الاحترام وقمه في الادب وتحس وانت بتسمعهم فعلا انت بترجع بتواريخ كبيره جدا ونجوم كبيره جدا شافوا النهارده رموز وعظماء مفيش مجال للمقارنه فعلا مفيش مجال للمقارنه شفت النهارده الكابتن محمود خطيب وهو بينطق المنديل يعني لازم كلنا كنا نقعد نقول له يعني بيبو بيبو الله يا خطيب واللي ما شافوش في ناس كتير طبعا ما شافتوش يعني اعمار طبعا كانوا لسه صغيرين ممكن يتفرجوا على اللقطه دي مره واثنين وثلاثه عشان يعرفوا ان احنا في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان ممكن نقول له بيبو بيبو الله يا خطيب ولا يا كابتن شريف والله اتقالت كتير قوي في النادي النهارده بيبو فعلا بيبو فعلا وانا والله بسمع اي حد ماشي بس عايز اكمل كلامك اتفضل مشكورا انا نفسي بس اقول للناس صوره كنت عايزك انت اللي توريها لهم يعني الصوره دي دول الناس اللي تكريم قاموا على كل المجهود الكبير قوي كان مجلس اداره او لجنه تنظيم الدستور والاشراف عليه وتحضيره الناس دي تعبت قوي الفتره اللي فاتت دي كلها نهينا بقى عن الناس اللي طب ما تيجي ناخد واحد من الناس دي مع عمر ربيع ياسين ونرجع على طول عمر ربيع ياسين معاه المستشار اسامه قنديل نروح نشوفهم ونرجع على طول يلا كابتن عبد الحميد حسن من داخل نادي الاهلي بالجزيره ورجعنا تاني علشان نتابع ابرز الاحداث اللي موجوده في يوم التصويت على لائحه النظام الاساسي من داخل النادي الاهلي معايا واحد من يعني المستشارين اللي اجتهدوا قوي 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 في اللائحه وفي التعديلات وفي مناقشه اللوائح مع الساده الاعضاء وهنتكلم معاه اكتر عن اليوم الجميل اللي بنعيشه داخل اهلي الجزيره المستشار اسامه قنديل برحب بحضرتك يا فندم اهلا بيك كابتن عمر والحمد لله النهارده انت راجل اهلاوي وبمس على الكابتن عبد الحميد في الاستوديو زي ما حضرتك شايف الحمد لله يوم جميل يوم كان فيه سهوله في كل شيء ما حدش تعب في حاجه الاعضاء كلهم ادلوا باصواتهم بيسر وبسهوله وفعلا العميد محمد مرجان حقق اللي قال عليه سبع دقائق لا ده هم اقل من سبع دقائق العضو بيسجل نفسه بيدلب صوته بيتفضل ينصرف بهدوء
والحمد لله زي ما حضرتك شايف الإقبال كان يعني أعتقد أنه هو يعني قريب من الممتاز، شيء جميل والحمد لله زي ما شايف حضرتك الإقبال جامد. واليوم النهاردة برغم الحرارة بالزبط الشديدة بالزبط، لكن هم دول أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. جميل يا فندم ان 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 عضو النادي هو مش جاي يصوت على لائحه مجلس الاداره هو اللي حاططها، لا هو جاي يصوت على بنود هو اتناقش فيها، وطبعا تم اخذ رايه في الاخر. الاعضاء هم جايين ياكدوا حبهم ويعملوا حق من حقوق النادي الاهلي اللي مفروض على كل عضو من داخل الجمعيه العموميه. ده صحيح زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن عمر، فعلا الناس فعلا جايه النهارده علشان هي حست المنتج ده هم اللي صنعوه، محدش صنع اللائحه، محدش صنع، اللي صنع اللائحه اعضاء الجمعيه العموميه الموقره اللي هم النهارده شايفهم فرحانين. يعني انا عمال ابص في الوجوه وبلف على اللجان كلها، لا ما شاء الله الناس فرحانه، الناس سعيده، يوم فعلا يوم فرح، والكابتن خطيب عمله يوم ديمقراطي، جهز له من زمان، جهز له من زمان. فالحمد لله النهارده زي ما شايف الناس الاقبال كويس برغم الحراره برغم كل شيء، لكن الجمعيه العموميه كل ما بتحس ان ناديها عايزها بتيجي وبتشرف وبتنور وبتدافع عن حقوقها، خاصه ان هم قروا اللائحه كويس وشافوا حقوقهم كلها الحمد لله رب العالمين، اللائحه محافظه عليها، اللائحه صنتها، شافوا حقوقهم، شافوا الاستثمارات بتاعتهم في باب للاستثمار، شافوا ان شاء الله الخير قادم للنادي الاهلي. فهم النهارده جم علشان بيقولوا لمجلس الاداره احنا معاك ويلا ابتدي، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفق النادي ويوفقكم لمصلحه النادي الاهلي. تقول يا حضرتك للناس اللي موجوده اللي احنا بنصور ويمكن كل الجماهير والاعضاء شايفيننا من خلال قناه النادي الاهلي ان الاقبال زي ما حضرتك شايف، تقول لي ايه الاعضاء اللي جم طبعا واللي ادلوا بصوتهم بالرغم من صعوبه طبعا الحراره والجو، لكن سهوله ويسر العمليه الانتقاليه داخل النادي الاهلي والتصويت كانت في منتهى السهوله، لكن كلمه من حضرتك للساده الاعضاء اللي جم ادلوا باصواتهم. قال لهم شكرا، شرفتوا النادي، شرفتوا ناديكم، وانتم بالرغم من الجو اللي حضرتك تفضلت بيه واللي الناس حاسه بيه من الحراره ومن نسبه الرطوبه العاليه، ولكن حضرتم. ليه حضرتم؟ لانكم احسستم النهارده بالرغم ان مفيش انتخابات، مفيش تنافس بين ابناء النادي، لكنكم شعرتم ان هناك مرشح اوحد هو النادي الاهلي، فجئتوا علشان تنتخبوا النادي الاهلي. شكرا لك. طبعا يا فندم انا بشكر حضرتك جدا على المجهود اللي حضرتك كنت قائم بيه كل اعضاء مجلس الاداره، وان شاء الله يعني نحتفل بعد ما ينتهي عمليه التصويت وباكتمال النصاب القانوني ان شاء الله، لكن اكيد لسه الاقبال يعني الناس بتيجي وناس عايزه تطلب صوتها، وان شاء الله نحتفل ويكون في لقاء مع حضرتك بعد ما يتم اعلان طبعا النتائج والفرز ان شاء الله. ان شاء الله بشكر حضرتك، ومهما تعمل للنادي الاهلي، النادي الاهلي حضرتك ابن النادي والوالد الكريم كابتن ربيع ياسين ابن النادي، وعارفين قد ايه مهما تعملوا النادي الاهلي واي حد يعمل، لا النادي الاهلي هو صاحب الفضل. لولا النادي الاهلي حضرتك ما كنتش عمر ربيع ياسين، لولا النادي الاهلي ما كنتش انا فلان، لا النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، ربنا يتم نعمته علينا بالنادي الاهلي. شكرا. كنا مع سياده المستشار اسامه قنديل من داخل خيمه الادلاء بالاصوات في النادي الاهلي، يعني هاخد من كلام سياده المستشار النادي الاهلي ليه فضل علينا كلنا جميعا، فده يوم حق علينا كلنا نكون موجودين في يوم النادي الاهلي محتاجنا فيه، ان شاء الله يكون معانا مزيد من اللقاءات. وعوده ليك كابتن عبد الحميد في الاستوديو. ليك يا عمر، شكرا للمستشار اسامه قنديل، كلام مهم جدا دايما هتسمعوه من اي ضيف هيطلع هتلاقوه بيقول جمله كده في الجول في القلب، فعلا النادي الاهلي ربنا في الاول في المقام الاول وفي الاخير، النادي الاهلي وجماهيره اعضاء الجمعيه العموميه والجماهير اللي دايما بتساند النادي الاهلي من بره حمى النادي الاهلي، هم دول طبعا اصحاب الفضل الاول والاخير لاي حد انتمى لهذا الكيان وهذا الشعار الكبير جدا. يا كابتن كنت بتكمل، عجبتني جمله قالها المستشار اسامه، قال احنا جايين النهارده نبارك لك ونقول لكم كمجلس اداره يلا بقى اتكلوا على الله وشوفوا احوالكم واحنا موافقين وعلى البركه يا رب، وكل اللي بيحصل في الاجواء وكل الحاجات اللي هي بتحصل دي ابلغ رد النهارده الناس اللي جت دي والناس اللي لسه بتيجي والناس اللي رايحه. الحقيقه متكاتفه مع هذا المجلس ومع كيان النادي الاهلي ومبادئه، ابلغ رد الحقيقه. احنا النهارده بنعدي ال 15000 و 18000 و 19000 وعاملين عليهم واحد على فكره مش يومين. بالظبط احنا عاملين عليهم واحد يا جماعه، بالظبط يوم واحد بالعداد الكبيره دي، انك انت لو بتدي كل واحد 3 4 دقايق 5 دقايق وتقسمهم يبقى كويس قوي العدد اللي هو كان موجود النهارده. بالظبط، وكمان انت بتتكلم كمان في يعني التصويت على لائحه مش انتخابات رئاسه النادي، الانتخابات يا كابتن ماهر بتبقى اعداد كبيره جدا، التصويت يعني مع ان الاعداد ما شاء الله
في تزايد مستمر. والله ميدو النهارده تحس كده فعلا انتخابات من بدايتها. يعني كل الناس كبار السن، الشيوخ، الستات، الاولاد، البنات، العيله الاهلاويه، كله جاي النهارده زي ما قلت لك عيد بالنسبه له، ان هو هيعمل لائحته بايديه اللي احنا طول عمرنا متوارثين. يعني انا يمكن وشريف ابناء النادي الاهلي أكيد. طول عمرنا عايشين في هذه الاجواء، واخد بالك؟ فالنهارده بيتورث جيل بعد جيل وبيسلم الرايه اللي بعده. عايز اقول لك يا كابتن ميدو شريف ان من خلال اسبوع ميدو كل الفضائيات اللي كانت مغرضه، واخد بالك، وبتهمد وما زالت بتهمد عضو جمعيه العموميه للنادي الاهلي ان هو ما ينزلش او يتاخر على هذا النداء، مع الاسف ما نجحتش، واخد بالك؟ لان كيان النادي الاهلي طول عمره ثابت، زي ما قلت لك المؤسسه الكبيره دي عندها قواعد وعندها اسس وعندها مبادئ عاشت عليها وتربت عليها. فالنهارده كل الاسر الاهلاويه الكبار في السن بيسلم الرايه للي بعده، واللي بعده بيسلم الرايه لابنه وحفيده. فالنهارده حاجه تفرح كابتن ميدو وكابتن شريف. من الساعه 9 كل اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي على قلب واحد، رجل واحد، جايين عشان يضلوا بصوتهم، جايين عشان ياكدوا للرياضه المصريه النادي الاهلي طول عمره سباق، النادي الاهلي طول عمره لائحته هي اللي بتضرب بيها المثل، طول عمر النادي الاهلي هو اللي بيعمل اللوائح اللي فيها تطور من ناحيه الدستور، من ناحيه الرياضه، من ناحيه قوانين الرياضه، وبياخدوا مننا. يعني يمكن معظم الشباب الرياضه ومعظم الجهات المسؤوله عن الرياضه في مصر بتاخد من النادي الاهلي لوائحه، وتاخد من النادي الاهلي نظمه اللي هو طول عمره بيحاول يطور من خلالها. فالنهارده بنقول مبروك لاعضاء النادي الاهلي والجمعيه العموميه، ان الزحف اللي موجود اللي بيعدي 15,000 يمكن وصل 16,000، انا بقول لسه معانا يمكن اكتر من 3-4 ساعات ان شاء الله العدد ده هيتضاعف كمان، لسه ساعتين هيتضاعف كمان يا كابتن شريف وكابتن ميدو ان شاء الله باذن الله في ادلاء اصواتهم في صندوق الانتخاب او صندوق ادلاء الراي على كلمه نعم على لائحه النادي الاهلي. أكيد. يعني الكابتن ماهر اتكلم في نقطة مهمة كابتن شريف، قال لك إن في ناس كانوا بيوصلوا إن الناس ما تنزلش. تفتكر يعني، مش عايز أقول لك ليه، أنا عارف ردك. لو رديت مش هقف، يعني لو رديت مش هسكت. لا يبقى خلاص ما تردش. مش هرد حقيقة. ما تردش. كل ما قالوا لا أنا قلت قبل كده يعني كابتن شريف. يعني إحنا عمرنا ما ردينا ولا بنرد. أنا قلت قبل كده الناس دي نقطة سودة في بحر مليان. طيب انا خلي حضرتك تتكلم بعد ما نطلع فاصل، لكن انا عايز اقول بسرعه جدا قبل ما نطلع فاصل، الكابتن ماهر همام قال ان في مش عارف قنوات ومش عارف ايه، بصراحه انا ما بتفرجش عليها، لكن انا دايما بقول النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بتتفرج عليها علشان يضحكوا، ربنا يخليكم، مصدر للضحك لجماهير النادي الاهلي وفي نفس الوقت مصدر للاستغراب. نطلع فاصل ونرجع نواصل مع نجومنا الكبار جدا كابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في هذا الحدث التاريخي بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره يوم التصويت على نظام اللائحه الاساسي للنادي الاهلي. لسه مشرفني الكابتن ماهر والكابتن شريف وبنتكلم عن اجواء التصويت النهارده، وزي ما كان الكابتن ماهر بيتكلم بيقول ان في ناس بتحاول وبتحاول بتحاول، لكن دايما لسه الكابتن شريف كمان كان بيتكلم في فاصل مع الكابتن ماهر، دايما يعني بنرد بالنتائج وبنرد بالتزامنا وبنرد باحترامنا وبنرد بالشكل العام المطلوب كمان للنادي الاهلي وجماهيره. بالظبط يا بيدو، لسه كنت بتكلم مع شريف ان كانت الحمله المعموله على النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ديت بتدل ان تملي البطل مكروه. يعني عارف، يعني العين ما بتحبش الحاجه الاحسن منها. لكن في الرياضه طول عمر النادي الاهلي طول عمره نادي القرن، طول عمر النادي الاهلي صاحب انجازات. طب هم بيعملوا كده ليه يا كابتن؟ يعني مش عايز اتكلم على يعني في العموم، بنتكلم في العموم. الاهلي النادي الاهلي مش منافس لحد، النادي الاهلي بعيد قوي عن جو المنافسه اساسا. بالظبط، هم متخيلين كده، هم متخيلين ان هم قريبين من النادي الاهلي، ان هم بينافسوا النادي الاهلي. لكن زي ما قلت يا ميدو ان في جاب كبير جدا بين النادي الاهلي وبين منافسينه. لكن هو تملي البطل مكروه. يعني البطل كل الناس عايزه تنول منه، واخد بالك، عايزه تهمده، عايزه تقلله، عايزه تفوز عليه، عايزه تتفوق عليه. لكن النادي الاهلي طول عمره عارف مشواره، طول عمر النادي الاهلي في جميع العابه، اذا كانت جمعيه او فرديه، هنتكلم على كره القدم بالذات،
النادي الاهلي هو عارف عايز ايه. يعني النادي الاهلي اتربى على ايه؟ اتربى على يمكن شريف، انا وشريف يمكن احنا عشان ولاد النادي الاهلي ودخلنا النادي الاهلي في صغر السن في مدرسه الكوره، فتملي كانوا بيعلمونا. النهارده طبعا شفنا كابتن فتحي نصير رمز من رموز النادي الاهلي، ابو الناشئين يعني، مع المرحوم طبعا الكابتن مصطفى حسين اللي هم ربونا يمكن انا وشريف ومعظم نجوم النادي الاهلي في جيلنا على رقم ألف، ودي يا ميدو صعبه جدا يعني. انت ألف أو رقم واحد ما ينفعش يبقى به، يعني حتى كل اللوائح اللي محطوطه في النادي الاهلي في جميع بطولاته على رقم ألف، يعني المركز الثاني ده احنا ما بنعتبروش بطوله وما لناش دعوه بيه، ده بالعكس ما بناخدش عليه مكافاه. وكنا فاكر معظم الانديه بنتفرج على الفرق الثانيه، يعني انا مثلا فريق 16 اروح اتفرج على فرق 18 واطمن عليهم لما كسبوا، يجمعوا الفرقتين وياخدوا من 18 سنه يلعبوا مع ال 21 سنه كابتن جوهر الله يرحمه اللي ماسك فريق الامل ده اللي هو فتفتكر امام بالظبط، وده اللي كان الصناعه للدرجه الاولى. فكان مستر كوتي يحضر جميع الماتشات من طاهر ابو زيد وعنده 14 سنه تحت لغايه فريق علي زيور اللي هو فريق الامل، وكلكم اتخلانا طبعا كابتن ماهر، عشان كده هو اختار عناصر مالي امام شريف عبد المنعم مجدي عبد الغني خالد جد الله جمال جوده جمال الجندي، خد اسماء انا لو هقول لك كتير جدا كانت جمال عبد الحميد وما كانش بيلعب مع كابتن جوهري. فكان عندنا الحكايه الانتماء الاول واحنا بنلعب دايما على المركز الاول، فهو الرائد في كل شيء. لما تبقى الرائد في كل شيء وبتتربى على دستور ثلاث ورقات حياتك كلها ملك وعليك، ولازم الناس كلها مش تكرهك بس تحاول تعرف انت بتشتغل ازاي ولا يعرفوا اساسا. يعني بنتكلم في صفحات تاريخ النادي الاهلي من خلال نجومنا اللي بينورونا وبيشرفونا دايما هنا في الاستوديو، وبيتكلموكوا على تاريخ النادي الاهلي وصفحاته، اكيد تبقى حديث شيقه جدا. هنطلع دلوقتي لنروح لاحمد كوان، زميلي احمد كوان، معاه النجم الكبير مصطفى كمال مدرب حراس النادي الاهلي. شكرا لك يا زميل عزيز عبد الحميد حسن، وشكرا موصول لضيوفك الكرام وكل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. بتكتمل الحفله وبتكتمل التقدير الكبير من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لابنائهم النهارده اللي هم بيضعوا دستورهم بوجود كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي. برحب بيك كعضو وبرحب بيك كواحد من الجهاز، وبهنيك على الامسيه الجميله اللي قدمها النادي الاهلي امس. الله يخليك كوان. طبعا انا في الاول برحب طبعا بيك وبسلم على كابتن عبد الحميد، وبقول لهم يعني النهارده يوم جميل فعلا، عرس كبير. يعني دايما النادي الاهلي معودنا على الكلام ده اللي هي العيله الكبيره، لما في اي اقتراحات او في اي حاجه جديده بيبقى عضو الجمعيه العموميه عند مستوى الحدث. يمكن النهارده يمكن مجلس الاداره تعب كتير جدا في ان هو يحاول يطور من اللائحه عشان تخدم اعضاء النادي كلهم، وده اللي احنا بنقوله النهارده ان حق النادي علينا وحقنا تجاه انفسنا واولادنا ان احنا نيجي النهارده نطلع على اللائحه ونقول كلمتنا، علشان ده كله في الاول وفي الاخر بيصب على عضو النادي الاهلي. يمكن مجلس الاداره اتعامل بحرفيه كبيره جدا مع اللائحه، يمكن هو يمكن وصل له حوالي 3500 مقترح، ودي حاجه كويسه جدا عشان يعرف نبض اعضاء الجمعيه العموميه وايه مشاكلهم وايه الحاجات اللي هم عايزين يتطوروا فيها وايه ارائهم. يمكن تناقش مع الناس في كل الفروع، والحمد لله رب العالمين يمكن وصلوا في الاول وفي الاخر لاكثر الاقتراحات واكثر الحاجات اللي الناس كانت عاوزاها على قدر المستطاع طبعا، لان زي ما قلنا دي حاجه بشريه يعني الكمال لله وحده، ولكن على قدر المستطاع قدر المجلس والناس اللجنه القانونيه اللي كانت مسؤوله ومنوطه بان هي وضع اللائحه يمكن عملوا كل ما في وسعهم. تاني حاجه برضو تعاملوا بحرفيه كبيره جدا ان هم ذهبوا اللجنه الاولمبيه قبل اقرار اللائحه علشان ما يبقاش في اي عوار في اللائحه يؤدي في الاخر لابطال اللائحه بعد التعب الكبير اللي يحصل زي النهارده، فدي برضو بشكرهم عليها. وبتمنى ان شاء الله باذن الله ان فعلا اللائحه تكون عند مستوى طموحات عضو الجمعيه العموميه ومجلس الاداره وكل الناس القائمين عليها. اتمنى ان شاء الله ان ده في الاول والاخر يصب في مصلحه النادي الاهلي، ودايما يحط النادي الاهلي في موقف في موقع الرياده كما هو على طول في موقع الرياده ومعودنا على طول وقدوه لكل الانديه المصريه. لكن انت موافقني في راي الموضوع المهم، موافقني في ان النادي الاهلي بيضع دستوره بيد ابنائه بكل نجوم. طبعا هي دي يمكن دي اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي، ودي يمكن مستوى كبير جدا من الديمقراطيه زي ما بنقول، لان فعلا دايما يمكن اي حاجه بتكون عايز توصل فيها لمستوى راقي ومستوى متطور جدا انت
تلجا للي هيستفيد من 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 برود اللائحه، اللي هيستفيد من برود اللائحه هم اعضاء الجمعيه العموميه. فمن هنا كان قرار مجلس الاداره والتفاعل مع اعضاء الجمعيه العموميه علشان يعرفوا ارائهم ومقترحاتهم وايه مشاكلهم علشان يتداركوا دون في اللائحه الجديده، ويبقى فعلا دستور بيقر للنادي الاهلي والاجيال القادمه وقادمه وقادمه. ويمكن الواحد النهارده فخور ان هو جه يشارك في وضع دستور جديد للنادي الاهلي، لان التاريخ هيكتب ان شاء الله باذن الله ان اتحط في 2018 28 سبتمبر ان كان في لائحه وفي دستور جديد بينظم الحياه بالكامل سواء رياضيه او اجتماعيه داخل النادي الاهلي. فان يكون واحد مشارك في الحدث ده فده يعتبر فخر ونفتخر بيه بعد كده ان شاء الله باذن الله. كابتن مبروك. الله يبارك فيك. طبعا يمكن امبارح الحمد لله طبعا كان يوم جميل الحمد لله رب العالمين. يمكن احنا جينا الساعه 8:30 الصبح، لكن كنا حريصين ان احنا نيجي طبعا لان ده حق النادي الاهلي علينا. وبشكر طبعا اللعيبه امبارح طبعا على المجهود الكبير اللي عملوه، وبنهدي الفوز ده طبعا لجمهورنا والمجلس الاداره وكل اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي. واتمنى ان شاء الله باذن الله استمرار، والاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا برضو ماتش ستيف ان شاء الله ربنا يوفقنا في الصالح. ربنا يخليك يا رب. شكرا وحمد. شكرا ليك، انا تعبتك لكن في النهايه سعيد بالتواجد مع قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي كابتن مصطفى كمال. اليك الكلمه زميل عزيز عبد الحميد حسن. ليك يا اكوان وكبير مصطفى كمال، ببارك طبعا النادي الاهلي وده الطبيعي الحمد لله رب. دايما ربنا زي ما قال الكابتن شريف والكابتن ماهر، دايما ربنا كده بينصرنا على طول بسرعه جدا. امبارح يعني فوز ولا اروع من كده، هزيمه للنجم اللبناني بالرغم من كل اللي حصل، لكن فوز مقنع وفوز يعني اسلك قلوبنا كلنا وحاجه جميله جدا. ان شاء الله دايما النادي الاهلي فيه انتصارات ودايما رافع راسنا. الحمد لله الحمد لله على كل حاجه. امبارح كنا ممكن نكسب في الماتش، لو دخلنا في الماتش هنتكلم كتير قوي. امبارح كنت ممكن تكسب 8 باعتراف نادي النجم الحقيقه. النادي المحترم قوي هو طلع بصراحه تصريحات جميل. تصريح انه سعيد انه لعب قدام نادي القرن وانه قدام نادي زي النادي الاهلي، فابلغ رد حصل امبارح برضه. وعايز اقول لك على حاجه، معنا اتفقنا انا وانت وماهر قبل ما نقعد، لو انت تهت او اي حاجه استفت قلبك فتلاقي السما بتنجحك، السما بتخليك ناجح في كل شيء. فلما الدنيا ربنا يبقى معاك خدت بالك، ما تخافش من اي حد، ما تخافش من اي حد بيحدفك بالطوب بيتكلم عنك كلمه مالهاش اي لازمه. وبعدين اعتقد ان اعضاء النادي الاهلي وجمعيته العموميه اذكياء جدا وفاهمين ايه اللي بيحصل على الساحه. فنزولهم النهارده يعني نموذج فريد ان النادي الاهلي منذ نشاته هو اللي بيضع النهارده القرار بنفسه. اكيد يعني اعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي. معايا طبعا الزميل شريف شعبان، معايا الاستاذ جابر القرموطي الاعلام المتميز. نروح نشوفهم ونرجع لحضراتكم على طول. تحياتي ليك يا كابتن ميدو وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يومك يا اهلي، دستور النادي الاهلي متبقي اقل من ساعه. الحمد لله العدد خلاص يمكن عدينا بفترة كبيرة جدا، ولكن ننتظر المزيد، ننتظر المزيد. كل أعضاء النادي الأهلي تنزل تشارك في دستور النادي الأهلي مع الإعلام الكبير الأستاذ جابر القرموطي. بنقول لك أهلا بيك على شاشة قناة الأهلي وتحياتي كابتن ميدو لحضرتك. دستور النادي الأهلي النهاردة وحاجة ولا أروع ولا أجمل، يوم تاريخي للنادي الأهلي النهاردة. هو فعلا يوم مهم جدا، وعايز أقول لحضرتك أنا ما اتخضيتش من فكرة الإقبال الكبير ده، لانك بتتعامل مع تاني دستور للنادي الاهلي او تاني لائحه للنادي الاهلي من 1908. فانت بقالك دلوقتي 110 سنه وست شهور بالتمام والكمال ما عملتش لائحه، فبالتالي عف حقنا ان ما يكونش في لائحه جديده ولائحه خاصه بينا والوضع بتاعنا يبقى اكثر استقرار في الفتره القادمه ان شاء الله. فانا مبسوط جدا بالمشاركه ومبسوط جدا. خليني بس اشكركم الاول اللي انا فيها، كل القناة والناس اللي فيها سواء الاستوديو أو العاملين أو الزملاء اللي موجودين بره عاملين شغل هايل جدا، عاملين شغل محترم جدا يعني. فيعني أنا بتمنى لكم كل خير، كل قناة النادي الأهلي بتمنى لها كل خير وإن شاء الله في تقدم دايما يعني. عاوزين بقى نوجه رسالة لأعضاء النادي الأهلي اللي بقى أقل من ساعة، لازم بقى ييجوا ولازم ينزلوا لازم يشاركوا في عمل دستورهم. أنا شايف إن ده شيء طبيعي جدا، وشايف إنه أي حد ممكن يكون لي مش تأثير لكن يكون لي كلمة عشم كده زي ما بنقول على أي عضو من أعضاء النادي الأهلي، وشايف إن هو مكسل شوية وإلى آخره انزل. هو عموما النصاب اكتمل الحمد لله وكل الأمور تمام، بس هو الأفضل بكتير إنه المسألة تكون أزيد من كده والعدد يكون أزيد من كده. فأنا أتمنى إنه يكون إن شاء الله الفترة الجاية تكون يعني أكثر ازدحاما أو أكثر إقبالا من
الكام ساعه اللي فاتوا باذن الله، واعتقد ان ده هيحصل باذن الله ان شاء الله. شكرا يا فندم، مفخور كنت معاك النهارده. لا ربنا يخليك يا شريف، دايما على خير، دايما على خير. كابتن ميدو مكملين لسه مع مستشار محمد عبده صالح، مستشار لجنه القيم او رئيس لجنه القيم في اتحاد الكره المصري. بنقول لك اهلا بيك يا فندم على الشقه الاهلي وتحدي كابتن ميدو لحضرتك. النهارده يوم تاريخي، يوم دستوري النادي الاهلي، الكل بيشارك، الكل سعيد. احساسك ايه وانت بتشارك في دستور النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي من الانديه العريقه في مصر واللي ليها تاريخ كبير، وكان لازم يبقى ليها دستورها الخاص بيها ولائحتها الخاصه بيها. والنهارده انا شايف ان باذن الله هيتعدى العدد المطلوب. طب تمام الحمد لله، وباذن الله على بالليل عبال ما توصل الساعه 7 هيكون وصل اعداد اكبر من اي حد كان متوقعه، ويبقى لينا للنادي الاهلي لائحته زي نادي الزمالك. الانديه العريقه دي لازم انها يبقى ليها لائحتها اللي بتحكمها والدستور اللي هيمشي عليه الاجيال القادمه كلها. شكرا شكرا لحضرتك. كابتن ميدو بناشد العدو، انزل شارك، انزل اصنع تاريخك بايدك، تعال اقول حاضر، تعال اقول لا، اهم حاجه تنزل تشارك. دستور النادي الاهلي واجب وطني علينا، لازم ننزل نشارك. كل الاهلاويه انزل شارك، ناقص حوالي ساعه، الباركن مفتوح، 3 بارك موجودين، الناس في النادي الاهلي على خدمتك منتظرينك، انزل شارك. كابتن ميدو اتفضل، لك الكلمه مره اخرى، اتفضل. شكرا للزميل شريف شعبان، وشكرا طبعا للاعلام المتميز الاستاذ جابر القرموطي على هذا الكلام وعزا يعني مش هقول مدح، يعني هو طبعا جميل جدا استاذ جابر طول عمره حاجه جميله جدا في الاعلام، لكن الاعضاء زي ما قال الكابتن شريف وشريف بيتكلم ينزلوا ويباركوا الدستور الجديد للنادي الاهلي. ما مش محتاجين احنا نقول لهم انزلوا، يعني عشان بس الناس ما تفهمش، اعضاء النادي الاهلي دايما عند حسن ظن الجميع ودايما بيقدروا المسؤوليه كويس قوي، ودايما عارفين هم امتى ينزلوا وامتى يستنوا وامتى يردوا وامتى يتكلموا وامتى يسكتوا خالص. كلنا شكل بعض الحمد لله، حتى الجمهور، حتى الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، كلنا شكل بعض في المضمون وليس في المنظر العام. دستور النادي الأهلي كتاب قدام حضراتكم، كتاب يعني تقله ذهب، مش عيب أبدا إن أنت تاخده تتعلم منه وتعرف إيه اللي فيه وتحاول تعمله، مع إنك مش هتعرف تعمل نفس الدستور النادي الأهلي، لأنه دستور مبني على القيم والمبادئ والأخلاق العالية والرفيعة جدا، وده صعب قوي 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 إن حد يعمل كده. ما احترمنا طبعا للجميع، أنا بتكلم على الكل وليس الجميع. نحاول نشوف النادي الاهلي ماشي صح ازاي، نحاول نشوف المنظومه دي ناجحه ازاي، نحاول نشوف الجماهير اللي سند للنادي الاهلي في كل وقت وفي كل مكان ازاي. ما عادي جدا، ايه المشكله ان احنا نتعلم وايه المشكله ان احنا نعرف؟ لكن المشكله ان انت دايما بص لفوق كده، واللي بيبص لفوق كده مش هيشوف قدامه فهيقع. ما تبصش لفوق عشان النادي الاهلي في مكان بعيد قوي قوي عن اي حد هيبص له. حاول تبص قدامك وحاول تمشي على الطريق اللي ممكن تمشي فيه. ايه يا كابتن ماهر؟ كلام جميل، كلام جميل بصراحه. مهما لقينا من كلام يا ميدو مش هنوفي طبعا النادي الاهلي ومنظومته ومؤسسته على الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعمله مع النهارده احنا شايفين زحف من الاعلاميين، من الممثلين، يمكن مهرجان الجونه، كل الفئات، حرم يمكن جزء كبير جدا من الفنانين، لكن بعض الفنانين وصلوا بالسلامه وكانوا بيأدلوا باصواتهم. يعني جميع الفئات، بنتكلم على الرياضيين، معظم الرياضيين النهارده كانوا موجودين من الساعه 9 الصبح زي ما اتكلمنا، على رموز النادي الاهلي كلها جايه تشارك وتجلب صوتها. عايز اقول لك التيم ورك اللي اتعمل كمان من مجلس اداره كابتن محمود الخطيب واعضائه، وان هم مروحهم للجنه الاولمبيه يميدوا واستشاره اداريه، واخد بالك، عشان يطلع الدستور ان انت بتعرضه للناس طبعاً بالشكل الجميل. وبعدين التكامل بقى اللي بيننا وبين عضو الجمعيه العموميه اللي هو كمان صاحب الفضل مع مجلس اداره مع اللجنه الاولمبيه، ان هم يشتركوا هم الثلاثه عشان يطلعوا لنا دستور لينا بقى ولاولادنا ولاحفادنا. 3000 مقترح يعني بالظبط، احنا مش بالزبط مجلس اداره بس، هو القامات والقيمه اللي هم كانوا موجودين قائمين على قانونيه الدستور والاهلاويه كلهم، في 3000 مقترح قعد وخدوا كل وجهات النظر وكل وعدلوا وسمعنا وعدلنا وشفنا كل حاجه. فاللي انا عايز اقوله لك تكمله كلامك انت، ان الجميع شارك في وضع هذا الدستور التاريخي اللي كل الناس هتحس بيه ان شاء الله في الوقت المستقبلي بشكل النادي الاهلي، حتى من خارج جدار النادي الاهلي. بالظبط، احنا بقينا لنا شكل تاني بيدينا الصوره الاوضح
الناس اللي جوه دول شكلهم ايه، وتتمنى انك انت تكون قاعد معاهم جوه. طيب نروح نشوف سياده اللواء علاء صلاح الدين مدير امن فرع الجزيره مع الزميل شريف شعبان، ونرجع لحضراتكم على طول. مستمرين معاك كابتن ميدو، دستور النادي الاهلي مع الامن والامان، نائب مدير مقر النادي الاهلي ومدير امن النادي الاهلي العميد علاء صلاح الدين. شابوه على التنظيم الرائع جدا 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 جدا، يمكن يعني خيمه ولا اروع ولا اجمل، نظام امني من اول البوابه الى الخيمه، دخول العضو وخروج العضو ولا اروع ولا اجمل بجد. تعظيم سلام للجهاز التنفيذي للنادي الاهلي، تعظيم سلام لحضرتك على المجهود الجبار ده النهارده. تعظيم سلام لكل المنظومه من اول رئيس مجلس، من اول مجلس الاداره، الاداره التنفيذيه محمد بيه مرجان، جميع العاملين في الاداره التنفيذيه. الناس دي الحمد لله عشان بتشتغل بحب، عشان بتشتغل بحب بقولها تاني. الناس شايفه المنظر دوت. شكرا جدا لاعضاء الجمعيه العموميه ان هم ما خذلوناش. المنظر يفرح. انا لسه دلوقتي جاي من بره من على جراش الاوبرا. احنا اقول لك الكثافه المروريه بره عاليه عشان خاطر كل الناس عايزه تحضر وتشرفنا، لان كل دول بيحطوا اسمهم في صنع تاريخ النادي الاهلي، في صنع دستور النادي الاهلي. سامعين الهتافات طبعا، يعني الحمد لله الحمد لله، في الدنيا مبشره وربنا يكرمنا يا رب عشان نفرح. احنا بنعمل كده عشان نفرح. قول يا فندم، العميد مرجان قال لي العضو هيخش في اقل من 7 دقايق هيكون سجل وخرج. انا ما كنتش مصدق الصراحه، ده طلع اقل من 7 دقايق كمان. انا عايز اوصل لحضرتك على حاجه، هو كان 7 دقايق بالحوارات اللي كانوا بيقعدوا يتكلموا مع بعض ويهزروا مع بعض، ده 7 دقايق، لكن اللي كان بيخش يدي صوته ويخرج، يعني اقول لحضرتك ايه، ما بيتكملش دقيقه ونص دقيقتين ده بالامانه. يعني كان في ناس بتخش من اول الخيمه، يعني بيكون لجناتهم قريبه، ما بياخدوش دقيقه ونص، ال 7 دقايق دوت اللي في اخر الخيمه. والحمد لله عندنا المنافس كلها 3 منافس، عندنا الدنيا كلها ماشيه كويس جدا. يعني شكرا لاعضاء الجمعيه العموميه، شكرا لاعضاء الجمعيه العموميه ان هم ما خذلوناش وان هم يعني كللوا مجهودنا بالنجاح. شكرا لاعضاء الجمعيه العموميه وشكرا ليكوا على نجاح اليوم المبهر ده يا فندم. الحمد لله الحمد لله، احنا بنشتغل في النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه، رقم واحد في التنظيم، رقم واحد في كل يعني في كل حاجه، فالحمد لله. وانت شايف المنظر، احنا فاضل حوالي ساعه الا، وبسم الله ما شاء الله. يعني انا بقول لحضرتك احنا هنقفل على الناس في الخيم لغايه لما نطلع. يعني نفسي بعد ما اخلص اللقاء الكاميرا تبص ورا كم الناس اللي بيتوافدوا عشان كله عايز يحط اسمه في صنع تاريخ النادي الاهلي. شكرا يا فندم. شكرا كابتن ميدو، مستمرين معاك. شارك في دستور النادي الاهلي، شارك في اعداد قانون النادي الاهلي. عوده ليك كابتن ميدو، اتفضل. شكرا للزميل المتميز جدا شريف شعبان، وشكرا طبعا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وفريق العمل بتاعه كله. زي ما انتم شايفين يا جماعه، احنا مش محتاجين نعمل زحمه وبتاع، يعني عاملين العضو بيدخل في اقل من 7 دقائق زي ما قال زميلي شريف شعبان وقال العميد علاء صلاح الدين. زي ما حضراتكم شايفين الدنيا مفيش زحمه، مفيش تكدس، مفيش خنقه، مفيش شو انتخابي. كابتن شريف اتفضل. شوف عميد صلاح شكله عامل ازاي، يعني تعبان جدا. حاجه عميد محمد مرجان مدير تنفيذي للنادي الاهلي ما تعرفش تاخد منه كلمتين بقالك اسبوع. بالظبط. مش قادر يقعد، مش عارف هو فين. بالزبط. النهارده بتدور عليه، يمكن انا قابلت مجلس الاداره كله، مرجان نحله دبور جوه الناس كلها بتوع الامن في النادي. الحقيقه يوم مختلف جدا عن يوم الانتخابات، داخل بكل سهوله، انا مار من عند باب الاوبرا كده لغايه القاعه اللي فيها التصويت، اكني ماشي في جنينه، يعني مفيش زحمه ولا في اختناق للناس اللي هم كبار السن، ناهيك عن العربيات اللي هي بتوصل الناس اللي هي مش قادره توصل، كبار السن الجولف كار دي اللي بتوديك لغايه انك تعمل صوتك وترجعك تاني، غير الاتوبيسات والحاجات اللي هي جايه من مدينه نصر وجايه من شيخ زايد وجايه من مناطق كلها كبيره، توصل لغايه النادي الاهلي عشان توصل الناس وترجعهم تاني. الحقيقه كميه سهوله وكميه مجهود كبير جدا وجب علينا ان احنا الحقيقه
لازم نشكرهم شكر عميق جدا اكيد. وهو ده النادي الاهلي برجالته الحقيقه. نرجع بالزمن كده كابتن شريف كابتن ميدو في الانتخابات السابقه شفت احنا كانت البوابات كانت ضيقه ازاي خنقنا. وكانت الامور فيها يا عيني عدم ارتياحيه بالنسبه لعضو جمعيه عموميه للنادي الاهلي، حتى يمكن كبار السن اشتكوا شكوى كبيره جدا. لكن النهارده طبعا بنحيي طبعا رجال مرور الشرطه اللي في خارج النادي كمان شريف بصراحه هم منظموا تنظيم المرور والمركبه والسيارات ازاي بيمشين في 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 نظام محدد. وبعدين كمان بنحيي طبعا زي ما انت قلت العميد محمد مرجان والعميد صلاح الدين على الاسبوع اللي هم قبل هذا التنظيم ان يخرجوا لنا التنظيم اللي يليق ب طبعا باسم وقيمه عضو النادي الاهلي النهارده اللي جاي بينتخب في سهوله. وهو كان بيتكلم على يمكن 7 دقائق يا كابتن شريف انك انت بتدي بصوتك وتكون بره النادي، يعني بيتكلم على من 7 لـ 8 دقائق. فده طبعا يمكن رقم بنحييهم ان في سهوله وتنظيم وسيوله في الحركه. وفي نفس الوقت زي ما انت شايف يا كابتن شريف مع درجه الحراره العاليه جدا، لكن النظام خلى الناس تنسى درجه الحراره. يا ماهر انا النهارده كنت متخيل ان هيكون في حوالي 65,000 لان الأهلوية هم دايما ما حدش ليه قرار عليهم غير نفسهم بالظبط. وانا برضو بحيي كابتن محمود الخطيب والله على الجلد اللي هو فيه والوقفه اللي هو فيه والاستحمال اللي هو فيه هو اعضاء مجلس ادارته بصراحه، يعني في ظل كل اللي بيحصل ده وهم شايفين مهامهم على اجمل وجه وربنا كريمهم والحمد لله. حتى كنتائج الفريق حاجه بتبشر، انصرنا ربنا بقى يا كابتن ماهر وكابتن ميدو بوصولنا للنهائي وناخد كاس افريقيا، ده اهم حاجه السنه دي ترد بقى على كل الناس. وزي ما انت قلت وزي ما ميدو قال ان ينصركم الله فلا غالب لكم اكيد. وبعدين يا كابتن طول ما انت ماشي صح حتى لو اتكعبلت اتعثرت بتقوم تاني وبتمشي في نفس طريقك، عشان كده ربنا بيكرم طبعا. يعني طبعا مع ربنا ما يقبلش بالظلم، ما يحبش الظلم. ودي المسؤوليه كمان يا شريف اللي هم تولوها وكانوا عند يعني عهدهم مع عضو الجمعيه العموميه في حاله الانتخاب ان فعلا النادي يحصل فيه تطوير اداريا بشكل كبير جدا من خلال الفروع الثلاثه. النهارده بنبارك لمجلس اداره كابتن شريف على التوقيع على الفرع الرابع في التجمع الخامس، وده طبعا اذا كان جنب البيت عندي انا بيدل على ان فعلا المجلس بعد ما تولى كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارته عايزين انا وانت على انا وانت نمسك المركز. طب احنا كنا بنتكلم دلوقتي على سياده العميد محمد مرجان مدير تنفيذ نادي الاهلي الدينامو، يا ريت اشوفه نحن النادي الاهلي نشوفه كده مع النجم خالد العوضي ونرجع لحضراتكم. قول له اخبار التورتايه ايه اللي عندنا. اتفضل يا خالد. اتفضل يا كابتن. من داخل خيمة انتخابات النادي الأهلي كان لازم نقف على الساعة 6 ونقابل المدير التنفيذي الكابتن محمد مرجان والعميد محمد مرجان، وهو المدير التنفيذي وهو اللي شايل حمل الموضوع ده مع رجال كثيرين في النادي الأهلي مع مجموعة كبيرة في النادي الأهلي. لازم نقول له شكرا كابتن محمد مرجان. تقول إيه على اليوم ده؟ والله اقول زي ما بقول على طول، يعني النهارده كل الناس دي سجلت اسمها في السجل الذهبي لاعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، يا رب تكمع على خير ويتمها بالخير والناس تروح بيتها كلهم سلام وكلهم جمال وكلهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي النهارده اعتمد ثاني لائحه نظام اساسي في تاريخ النادي الاهلي. اول لائحه نظام اساسي كانت 1908، النهارده هو ثاني لائحه نظام اساسي 2018. الحمد لله رب العالمين، ربنا باذن الله يعيننا ويعين النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي وطنيه، مش محتاج ان اقول الكلام دوت، محدش يزعل عن النادي الاهلي. النادي الاهلي عارف بيعمل ايه كويس، بيحترم كل الناس، بيحترم كل الاطراف، بيشتغل لكن بيحافظ على كرامته، كرامه اللي هي يعني الناس بتحبها في الشعب المصري، بتحبها في النادي، مع احترامي لكل الاطراف، بنحترم كل الناس، بنجتهد، بنتوكل على سبحانه وتعالى وبندعي ربنا. هو زي ما انت شايف يعني احنا النهارده عملنا كل اللي علينا. التوفيق بتاع مين؟ بتاع ربنا. بتاع ربنا سبحانه وتعالى، زي اي حاجه في الدنيا بتعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يكرم ان شاء الله. كابتن محمد شفنا من اول اليوم شايفك مش مهموم بس حاسس بحمل تقيل عليك، وحمل تقيل شالوه رجاله كتير معاك النهارده. تقول ايه لكل الرجاله اللي اشتغلوا معاك في النهارده في الملحمه الكبيره بتاعت النادي الاهلي النهارده؟ انا بوجه شكري لاصغر عامل في النادي الاهلي اللي موجود في الشيخ زايد اللي احنا مش شايفينه بعينينا، واصغر عامل في مدينه نصر اللي احنا مش شايفينه بعينينا،
لان هم دول اللي ادى الانطباع لاعضاء الجمعيه العموميه اللي داخلين. يكفي الاعضاء الجمعيه العموميه اللي جايين مدينه نصر او من الشيخ زايد جايين يشكروا وبيرجعوا يشكروا. ده مش مجهود محمد مرجان لوحده، ده مجهود فريق عمل كبير جدا 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 هو اللي عمل كده النجاح النهارده ده. فريق عمل بيحب النادي الاهلي، اعضاء جمعيه عموميه بتحب النادي الاهلي، الناس بتتفانى عشان خاطر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي في الاخر هقول لك ايه، هو الجزء الاساسي من بلدنا اللي احنا بنحبها. ومش ممكن في يوم من الايام نعمل حاجه ضد رغبه بلدنا او نعمل حاجه تخالف وطنيتنا او تخالف الدور الوطني اللي احنا يعني هقول لك مخلين عشانه. كابتن محمد مرجان حب نادي الاهلي بيته الاساسي، يعني انا عارف ده شخصيا، فعلا انطباع واضح جدا حب الناس ليك، يعني حب العمل، حب النادي الاهلي ده حب كبير قوي. يعني توصف ايه؟ تقول للناس اللي ما جاش النهارده ايه؟ هقول له فاتك كتير. انا في عضو من اعضاء الجمعيه العموميه المحترم قال لي انا عايز اسالك سؤال واحد، هو انت شعورك ايه وانت النهارده موجود في التاريخ ده؟ انا مش مصدق نفسي اللي انا جاي اديت صوتي. فده عضو جماعه عموميه، قلت له انا بصراحه ربنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى اللي اراد ان انا ابقى موجود في الوقت دوت في يعني على راس الجهاز التنفيذي في النادي الاهلي. ده شرف ليا الحمد لله رب العالمين. ومش هقول غير حاجه واحده بس، اللي علمنا نعمل حوارات كتير، احنا بنشتغل بس، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بيه. ممكن الناس تقول لك اصل اسلوبه واصل يعني الكلام اللي احنا بتسمعه كتير، بس يمكن اللي تربينا عليه في العسكريه واللي تربينا عليه طول عمرنا في حياتنا من ايام انا كنت صغير، الوالد ربنا يكرمه حكايه كليه الشرطه اللي تربينا عليه، هو الاسلوب اللي انت شايفه اللي خلى الناس النهارده بتخش مرتاحه وتخرج مرتاحه. وبندعي ربنا سبحانه وتعالى زي ما بقول لك تاني اللي الناس كلها تروح وما فيش ضفر واحد يحصل له حاجه، لان ضفر اي انسان انا اسف يعني اغلى 100,000 مره من اي حاجه، اغلى 100,000 مره من ماتش، واغلى 100,000 مره من ضفر اي انسان غالي. وده اللي اولادنا لازم يفهموه وشبابنا لازم يفهموه، عمر ما العنف بيجيب نتيجه. اخلاقك احترامك، العالم كله تقدم بالاخلاق، العالم كله تقدم بالاحترام، العالم كله تقدم في احترام الاخر. عمرك ما شفت النادي الاهلي حد بيتكلم فيه على حد، ولا عمرك شفت النادي الاهلي بننقد حد؟ لا الحمد لله النادي الاهلي بيمشي بيتحمل كتير. يمكن اللي انت بتقوله احنا بقالنا فتره كبيره يعني بنتعرض يعني مش هقول مش عايز انا انت عارف مجلس اداره النادي وعارف اداره النادي، فده الحمد لله رب العالمين ولا حاجه، لان احنا واثقين الحمد لله في قادتنا السياسيه كويس قوي، واثقين الحمد لله في الناس المسؤوله في هذه الدوله، واثقين في قضائنا كويس قوي. ان شاء الله باذن الله باذن الله بعد اليوم العظيم دوت ان شاء الله اكيد النادي الاهلي هيبقى ليه شكل تاني في حب الجمعيه العموميه وحقها في تقرير مصيرها باعتماد لائحتها. النهارده بقى القرار في قرار جمعيه عموميه، وربنا يكرم الجميع ان شاء الله باذن الله. واتمنى زي ما قلت احنا ان شاء الله هنحتفل باذن الله مع بعض، وان شاء الله يبقى احتفال كويس والناس كلها تبقى مبسوطه. ما عندناش حاجه اسمها معارضه، وما عندناش حاجه اسمها اصل ده مع وده ضد، كلنا بنحب النادي الاهلي، نختلف في الاسلوب ولكن احنا بنحب النادي الاهلي زي بالظبط احنا بنحب مصر بالظبط، وكلنا بنحب مصر ومحدش يزاد علينا في حب مصر ابدا. كابتن محمد، حب مصر وحب النادي الاهلي، قول لنا الارقام بتقول ايه دلوقتي؟ يعني انا اخر حاجه من الساعه 14,000، ما اعرفش بقى الكلام ده حقيقي ولا لا، وانا برضو يعني احنا اتعلمنا اما الحكم يصفر هو اللي هنقول ان شاء الله. لغايه دلوقتي الحكم لسه ما صفرش، اول لما الحكم يصفر لسه الكره في الملعب واحنا مكملين لغايه احنا قدامنا ان شاء الله ساعه الا ربع، يعني اول لما الحكم يعلن صفاره النهايه هنعلن باذن الله فوز الجمعيه العموميه. هل ناوي تمد الجمعيه العموميه ولا لسه كلام فيها؟ والله يعني انا المشكله بس عندي كلها اللي في اتوبيسات حركه مدينه نصر ومش عارفه توصل، وانا عارف ان الناس دي يعني اعضاء جمعيه عموميه وخصوصا اللي جايين من مدينه نصر والشيخ زايد بيزعلوا، فاهم؟ ولكن احنا النهارده هنبقى ملتزمين مع رئيس اللجنه القضائيه المشرف، هنستاذنه لو هو وافق طبعا يعني يبقى كتر خيره، لو ما وافقش هنقول للناس كلها متشكرين، وهنقول للناس كلها انتوا جيتوا، وهنقول لك انتوا نورتوا النادي وكفايه تعبكم معانا، ومحدش ما فيش غرامات لان انا عارف كويس قوي ما تفرق، فربنا يسهل باذن الله ان شاء الله. لسه هنشوف مع رئيس اللجنه باذن الله اللي فيه الخير قدام ربنا. كلمه اخيره لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين اللي جم النهارده وشرفوا النادي الاهلي ودايما رافعين اسم النادي الاهلي في العالي. كاداره تنفيذيه اقول لهم شكرا، اتمنى نكون زي ما احنا قلنا وزي ما وعدنا يعني وفينا،
مش عارفين نقول لكم ايه كاداره تنفيذيه. طبعا اكيد مجلس الاداره هيبقى ليه رد للجمعيه العموميه، بس ده مش غريب على جمعيه العموميه النادي الاهلي. احنا بنشكرهم جدا، كفايه التزامهم، كفايه انتظامهم، كفايه المنظر اللي انت شايفه النهارده. الناس فرحانه فعلا من قلبها، والحمد لله رب العالمين، ده فضل ونعم عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. اخر سؤال، هتنام امتى؟ اما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان شاء الله. كابتن محمد مرجان بنشكرك شكرا جزيلا، بنقول لك شكرا، انت والاداره التنفيذيه بتاعتك اديتوا معاليكم، يوم جميل، يوم رائع بدون مشاكل. نتمنى، وهو ده النادي الاهلي، ونتمنى دايما نكون في المناسبات متواجده زي دي ولاد النادي الاهلي. شكرا كابتن محمد. ربنا يخليك كابتن خالد، متشكرين. شكرا. شكرا لكل جمهورنا. هنواصل ونكمل مع الكابتن عبد الحميد حسن في قناه الاهلي. شكرا للنجم خالد العوضي، وطبعا النجم الكبير جدا العميد محمد مرجان، والكابتن محمد مرجان عشان ما نكبركش سياده العميد. الكابتن محمد مرجان اتكلم في حاجه مهمه جدا، اتكلم عن الاحترام والادب والقيم، هم اللي بيقوموا الشعوب عموما، مش بيقوموا البني ادم. لكن صعب جدا 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 ان انت تلاقيهم غير في حد فعلا عنده قيم وادب وعنده مبادئ. العميد محمد مرجان حاجه جميله جدا واسم كبير جدا، دايما محير الناس اللي بتجره لنجاحاته، والحب شديد قوي للنادي الاهلي مع كل المحبين النادي الاهلي عارفين. مش عايز اقعد اطول في النقطه دي، انا عارف ان في عشاق للنادي الاهلي، وفي ناس ممكن اساسا يموتوا عشان النادي الاهلي. مش عايز اقول لكم الرسائل اللي بتجيلي على الفيسبوك، حاجه بصراحه ساعات بدمع وانا بقرا رسائل ناس: يا كابتن نفسنا نشارك مع النادي الاهلي، يا كابتن نفسنا جماهير بالملايين نفسها تعمل حاجه للنادي الاهلي، حاجه حقيقيه وحاجه ماديه وحاجه ملموسه، لكن كفايه دعمكم وكفايه حبكم وكفايه وقفتكم جنب النادي، وكفايه ان انتوا دايما سند النادي ودايما حمى هذا الكيان الكبير. كابتن ماهر اتفضل. طبعا بحيي محمد مرجان على النظام والانضباط اللي اتعمل. احنا ما عندناش اسئله، احنا بنتكلم يعني انا قايل للساده المشاهدين احنا بنتكلم ارتجاليا، ما فيش اي اسئله، ما فيش اي كلام، لان احنا النهارده يوم كله من القلب للقلب، يوم تاريخي كله فعلا يفتخر ان هو حضر. الحمد لله رب العالمين ان احنا حضرنا هذا اليوم، وربنا ادانا العمر ان احنا نحضر هذا اليوم، ويوم تاريخي في النادي الاهلي بيتكرر كل كام يعني كام سنه يعني سنوات كبيره جدا. 1908 لحد النهارده يعني مئات السنين زي ما بيقولوا. عايز اقول لك ان هو كمان نتكلم في جمل جميله جدا بناخد منه كده محمد مرجان، الكلام المتميز اللي اتكلم في على هذا اليوم، ان هيتكتب في التاريخ، وهيتكتب من حروف من ذهب اللي شارك النهارده في جمعيه السجل الذهبي. السجل الذهبي، فده اللي كان بيدل يا كابتن ميدو على ان فعلا النادي الاهلي حاله وكيان ومؤسسه فعلا محتاجه حلقات ومحتاجه ايام وشهور عشان تدرس، محتاجه سنوات وسنوات. والله حقيقي يعني اقول لكم حاجه باهر، سوري فاتح كلامك. محمد مرجان ده كان عنده ماتش حريه الغين الغين كان من كام يوم. بعدين الفرقه طالعه على لبنان كمان من كام يوم، ورجعوا النهارده. الفرقه راجعه النهارده عشان تخش تعمل لائحه النظام الدستوري. كويس. فا ايه الكم من القوه ما شاء الله ما شاء الله، ورجالته وفريق العمل بتاعه بالظبط، بفريق العمل بالناس الموجوده كلها. ان هي بتيجي تلاقي كل حاجه كمان ايه احنا ملوك التعديل. يعني هو ليه ما كانش المفروض يعمل كذا؟ لا لا لا، النهارده الحمد لله الزلعه بتاعت الزرع موجوده في مكانها، ما عندكش اي حاجه. بس عايز تشرب 300 واحد واقف بيجيب لك ميه، عايز تاكل حاجه كل الناس بتلف حواليك بالمنافذ اللي موجوده، فكل حاجه موجوده في النادي النهارده. انا مش يعني ماشي مش عارف اتلكك، مش عارف اقول ناقص حاجه، مش عارف اقول يا الدنيا حر وما حطوش مراوح وما حطوش مش عارف. ما فيش حاجه النهارده. هو ده مش جديد عليهم شريف، وده مش جديد عليهم، دول ده كتير على اي حد يعني. لا يعني هو مش جديد عليهم الحقيقه. ده عمل كبير قوي على هيئات كبيره قوي كتيره جدا. بتدفع فلوس كتير جدا عشان تعرف تعمل ولو 50% من اللي حصل في الفترة اللي فاتت مع النادي ده، غير انك داخل على ماتش كمان بعد كده نسيت اقول لك وفاق ستيف طبعا تحضير، والماتش ده عندك مش رايح هناك، مش هتحضر اوراق لعيبه وتسفرها بس. فالحقيقه ده نادي القرن، بيرفعوا لكم القبعه فعلا لكل العاملين والقائمين على ولاء يعني العمال. انا عايز اقول لك ان انا علاء صلاح الدين ومحمد مرجان الحقيقه ناس فعلا بحسدهم على اللي هم فيهم وقدروا يخدمونا بعد الظبط. عايز اقول لك ان انا ابن ابناء النادي الاهلي ميدو، انا وشريف وانت، احنا واخدين على كده، دي المسؤوليه.
اللي تولى بيها مجلس إدارة واخد بالك اللي هو أداه ودود، ودي تجربة بالنسبة لهم اتقررت قبل كده وهم كانوا موجودين، يعني كلهم ولاد النادي الأهلي اللي عاشوا بالخير النادي الأهلي، شافوا الكلام ده في الإدارات اللي قبل كده واكتسبوا الخبرات اللي قبل كده. فأنا عايز أقول لك إن مش صعب عليهم، هم طول عمرهم واخدين على الشقة ده، واخدين على الشغل ده، واخدين على التنظيم ده. ما ينفعش بقيمة النادي الأهلي ما يطلعش يوم تاريخي بهذا الشكل في التنظيم وفي السجلات وفي العدد وفي الأصوات. بالظبط، هي منظمة عسكرية، منظمة احنا منظمة النادي الأهلي بقينا النهارده شكلا الحقيقة منطقة عسكرية، منطقة عسكرية منضبطة، كل حرف فيها محطوط في مكانه. بالظبط. وعايز اقول لك كابتن شريف ان كمان حتى القاعدة الجماهيرية يا ميدو يا شريف اللي بتشجع النادي الاهلي النهارده يمكن تفوق عن 70 مليون. انت بقى عندك قاعده كبيره جدا، انت بقى عندك بندقيه من جماهير النادي الاهلي، اصبح بقى بعوده الجماهير اصبح لدي بندقيه قناصه، يعني عايزين يشاركوا. ميدو قال يعني يمكن بيجي له رسائل كثيره جدا والله العظيم، كل الناس عايزه تشارك بالملايين، مش عايز اقول. فده بيرجع للبطولات اللي النادي الاهلي كل ده. لا يا ابويا اهلاوي، عمل قاعده كبيره جدا من جماهيريه النادي الاهلي. عايز اقول لك يا ميدو النهارده في بورسعيد بقى في كميه اهلاويه موجودين، قاعده صغار السن اللي شايفين الاهلي البطل البطل البطل، فوصلوا ان هم بيشجعوا النادي الاهلي. في اسماعيليه اللي فيها عدد كتير جدا بقى موجود من القاعده صغار السن البراعم والناشئين بيشجعوا النادي الاهلي. في السويس، يعني عايز اقول لك ان جميع محافظات مصر دلوقتي بقى النادي الاهلي بالنسبه لها مثل اعلى بشكل كبير جدا، نتيجه البطولات النادي الاهلي الشريف اللي بيحققها. يمكن الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه قال لي مقوله، قال لي ماهر ما بيجيناش في الاختبارات في نادي الزمالك يمكن 300 400 واحد في الاختبارات المراحل السنيه في الناشئين والبراعم، نتيجه ان النادي الاهلي بيجي له حوالي يمكن 30000 و40000 و50000 نتيجة البطولات اللي حققها النادي الاهلي. فالولاد بيبصوا الصغارين بالذات مين البطل النهارده، انا اللون، مين اللي بيروح بطولة اللون الاحمر هو اللي بيكسب، فالنهارده انا مع اللون الاحمر. فدي خد بالك من ضمن داخل نادي الزمالك، من رموز نادي الزمالك الله يرحمه الكابتن ابراهيم يوسف قال لي المقوله دي. فانا عايز اقول لك ان الاهلي كيان كبير جدا، كيان لنا الفخر ان احنا كلنا يعني موجودين من خلاله، احنا كلعيبة قدامى او كشغالين في النادي الاهلي او طبعا اعضاء للجمعية العمومية، لينا الشرف كلنا ان احنا بنشوف النهاردة صرح من صروح الرياضة المصرية بتحتفل بيومها ولائحتها اللي هي بتنفذها على اكمل وجه. تمام، قول اللي انت عايز تقول. بتفرج على بيبو يعني الاخلاق والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، الاهلي كورونا مستقبل الاهلي، فكابتن محمود خطيب واقف بيسلم، المستشار محمود فهمي بيسلمه الدستور بعد الفاينل بقى خلاص، بعد القرار وبعد ال 3000 ناس دخلوا من الاعضاء واتناقشوا وعملوا كل اللي نفسهم فيه جوه الدستور. تمام. يعني فالحقيقه المستشار محمود فهمي برضو احنا مش عايزين نقول اكتر منك انت، الحقيقة رمز كبير جدا من الرموز اللي احنا لازم نشكرهم برضو بجانب الناس اللي هي كانت قائمة على هذا العمل الجميل. انا مبسوط قوي النهاردة ان احنا شفنا بعض في يوم بيبين فيه النادي الاهلي قد ايه ان هو رائد في كل شيء الحقيقة. فانك بتشوف ناس كتير قوي كنا نعرفها من ايام ما كنا بنلعب، اعضاء كانوا بيشجعونا وبتاني يجوا النهاردة دول، انت عارف احنا انا عارفك وانت صغير، انا كنت بروح اتفرج عليك وانت بتلعب، انت كنت لعيب كويس، انت عملت، يقول لك على حاجات انت يمكن مش فاكرها. بالظبط. والصور الشريف يلا الصور. استاذنكم طبعا تغطيه مميزه جدا جدا يا جماعه، وكل الشكر لزمايلي احمد كوان وشريف شعبان وكابتن خالد العوضي وعمر ربيع ياسين، تغطيه متميزه جدا، واحنا زي ما بقول لكم بنحاول دايما ان احنا نعيشكم في الاحداث حتى لو على حساب ايه، حتى اهم حاجه ان انتوا تكونوا مبسوطين ومرضيين. نروح للزميل شريف شعبان ومعاه بعض اللقاءات مع اعضاء الجمعيه العموميه. مستمرين معاك يا كابتن ميدو على مدار اليوم، وتغطيه خاصه وحصريه لجمعيه عموميه النادي الاهلي، يوم تاريخي، يوم جديد للنادي الاهلي، ما عدوا جمعيه عموميه. استاذ علي حماد بنقول لك اهلا بيك على شقات الاهلي. يمكن النهارده دخلت تاريخ، دستور جديد للنادي الاهلي، اليوم شاركت فيه، شاركت
في صناعته وشاركت في انتخابه او في تصديق عليه النهارده. هي دي شيم العظماء وهي دي الخصال بتاع العمالقه. الاهلي نادي افعال، بطولات، تاريخ عظيم منذ نشاته على يد العظيم مختار التتش منتهيا بالعظيم محمود الخطيب. النادي الاهلي قيمه، كيان، بصرف النظر عن مين رئيس النادي الاهلي، النادي الاهلي وطن ل 70 مليون اهلاوي. اذا كانت مصرنا العظيمه وطن ل 100 مليون مصري، النادي الاهلي وطن ل 70 مليون اهلاوي داخل مصر و70 زيهم خارج مصر. احنا بنقول للكابتن محمود الخطيب انت قيمه وكيان فعلا تليق بالنادي الاهلي، صمتك واحترامك وعزه نفسك بتستمدها من الجمعيه العموميه، بتستمدها من مجلس ادارتك العظيم. سهل جدا ان احنا نرد ونتكلم، انما احنا بنقول النهارده ان النادي الاهلي عظيم بجمعيته العموميه بتاريخه الكبير. الرد النهارده على اي حد فكر انه يخرج عن الطابور العظيم بتاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه، محمود الخطيب نجم في عالم الكره، في العالم مش في مصر بس، كم اخلاقه كم احترامه، عشان كده احنا وقفنا معاه في الانتخابات وبنقف معاه النهارده عشان نكتب دستور الاهلي اللي يليق بينا. احترامنا الشديد للجنه الاولمبيه على راسنا، بس احنا لنا دستور عيله، العيله دي عيله عظيمه بتعرف العيب وبتعرف الاحترام وبتعرف القيم والمبادئ. في ألف مبروك اليوم النهارده. شكرا جزيلا وبالتوفيق، مع السلامه. كابتن ميدو مستمرين، ليلتك يا اهلي، دستور النادي الاهلي، دعوه لكل اعضاء النادي الاهلي، انزل شارك، لسه ناقص نص ساعه، انزل ادخل التاريخ، شارك في دستور ناديك. كابتن ميدو عوده ليك مره اخرى، اتفضل. شكرا للمتميز شريف شعبان، وفعلا شريف اللي ينزل هينزل عشان يسطر اسمه في التاريخ مش اكتر بس، لكن طبعا اعضاء النادي الاهلي هم يعني قاعدين وحاطين في بطنهم بطيخه صيف ان كل اعضاء الجمعيه العموميه متقبله هذا الدستور الكبير. النادي الاهلي اللي حطه زي ما قال الكابتن شريف الكابتن ماهر يعني حطوا عباقره واشرفوا عليه وعدلوه لغايه لما اقروه في النهايه، لكن انت بتنزل بتسطر اسمك في التاريخ ان انت شاركت في دستور كبير جدا بعد كام سنه، دستور النادي الاهلي. فعشان كده احنا بنحسكم على النزول ل يعني وضع اساميكم بحروف من ذهب في التاريخ، ودي حقيقه فعلا عشان بس الناس ما تفهمش. خلاص احنا الموضوع انتهى بالنسبه لنا، اكيد زي ما قال عميد محمد برجان حوالي 14000 صوت من حوالي ساعه ونص، فالموضوع اعتقد ان هو منتهي، لكن احنا بنقول كله شارك علشان تسطروا اساميكم بماء ذهب. قول لي يا كابتن شريف. والله عايز اقول لك على حاجه، تعهدنا بالعهد ووفينا بالعهد وبنعمل كل حاجه بالنسبه للنادي تخليه فوق زي ما هو كده. انا مبسوط ان انا اهلاوي، انا سعيد بكياني ان انا بتفرج على فريق زي بتاع امبارح. اسمي بيترفع في كل بلد بنروح نلعب فيها اي مباراه. النادي الاهلي بقى بيلعب، بتتكلم في الكوره بقى خدت بالك اللي هي الجماهير بتهتم بيها اكتر حاجه كمان، بيلعب جوه مصر زي بره مصر، بيشارك في اقوى البطولات، بيشارك مع اقوى الفرق اللي في العالم في البطولات وفي حصد البطولات. بقينا من اعتقد احنا كام دلوقتي من الفريق الثالث على العالم في حصد البطولات اعتقد زي بالزبط. ريال مدريد كده قربنا بالزبط. فده كله من عمل كبير قوي، الكوادر بتستلمها من بعض، من مجالس اداره للمدربين للاعبين لعاملين لكل حاجه موجوده في الكيان. انا سعيد قوي النهارده بحاجات قوي اتقالت على النادي الاهلي النهارده. صرح عظيم، هو صرح عظيم، انما الشيء الانضباطي اللي هو والاخلاق الكبيره اللي احنا كنا موجودين النهارده فيها في وسط النادي ده اللي انا سعيد بيه جدا. سعيد ان انا بشوف كل الناس النهارده بتاخد بعض بالاحضان حتى لو عنده اعتراض على اي شيء في المرحله اللي هي السابقه او حصل اي حاجه وهو مش مبسوط منها او عايز يفهمها او معترض عليها، انما هو النهارده جاي للنادي الاهلي. هو النهارده جاي يحط اسمه واسمه ومستقبل ولاده ومستقبل احفاده في السجل الذهبي زي ما قال ماهر والعميد محمد مرجان في الحافله اللي هي لن تقف باذن الله، اللي هي حافله النادي الاهلي وجماهيريته وكل حاجه. مبسوط من ميدو النهارده بيقول لي اصبح عندنا عوده الجماهير النهارده بتخلي لي ظهر حاسس ان انا قاعد في ناس قناصة وناس بتبعت رسائل قناصة ومعاهم بتبعت رسائل ما بتاخدش اكتر من
من ثواني بنبص لها رد فعل غير عادي يعني. النهارده انا شفت رسائل من مباراه حوريه الغيني اتنفذت بالليل يعني، رد فعلها كان بالليل على السوشيال ميديا كله، اللي هم كان نفسهم فيه حصل حقهم بياخدوه بنفسهم فبالاخلاق برضو. انت شفت شايف الموقف اللي حصل النهارده من عضو جماعه عموميه النادي الاهلي اللي صوته عالي في وسط الجنينه، ردوا عليه بايه؟ شفت بابي يعني ترد يعني عليه، يمكن قدام اللاعبين شريف وانا وسام عرابي ترد واحد جاي يقول تخيل هو معترض على اي حاجه مثلا يعني، وده هتلاقيه طبعا مش هتلاقيه حصل ايه؟ حصل كل الناس كلها وقفت وقالوا بيبو 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 اهلي اهلي، ما سابوش لحظه ان اي حد ممكن يعكر صفه يعني. ادي صوت داخل النادي الاهلي بيعترض يا ميدو عادي لك. بيعترض على اللائحه، بيعترض على نظام الكابتن محمود الخطيب عن مجلس ادارته. لكن شوف بقى سمه عضويه عضو النادي الاهلي الجمعيه العموميه وذكائه وثقافته. اللي يسجل اعتراضه بمنتهى الادب بالظبط بالظبط يعني، مش فاهم هو جاي عايز يعمل شكله، عايز يعمل شوشره داخل واخد بالك اعضاء النادي الاهلي. لكن طبعا عايز اقول لك ان الثقافه حاول يخترق ما بتنفعش وحاول يخترق، لكن طبعا الوعي الموجود عليه عضو الجمعيه العموميه والذكاء اللي موجود عليه والثقافه بعدين بقت قديمه قوي قدرت جدا بقت قديمه قوي ان انا في وسط النادي وعمال وزع وعلي صوتي صوت يعني كلنا نضحك يعني متخيل يا جماعه متخيل الناس مش احنا او هتيجي معايا يعني المنظر ده او الشكل ده لكن ممكن نشوف اي حته تانية بس عندنا احنا بيبقى صعب قوي الحقيقه ان احنا نقبل شكل يعني طبعا تحس ان حكايه منبوذه كده ملهاش طعم ولا لون يعني. يعني كابتن شريف وكابتن ماهر اتكلموا في حاجه مهمه جدا، طبعا كل الكلام زي ما قلت لحضراتكم كلام النجوم كله مهم جدا، لكن اتكلموا في جزئيتنا اهلي مشرفنا في كل مكان، مشرفنا زي ما كان مشرفنا امبارح في لبنان، زي ما مشرفنا في افريقيا كاس عالم انديه. لما سمعت ان الناس عايزه تلعب ماتشاتها زي الاهلي، او الاهلي يلعب ماتشاته الاول وبعد كده احنا نلعب، وقال لك ده فير، انا سمعت ان ده فير، ما هو برضو انا كاهلاوي اقول من الفير ان انت ما تحملش عليا ان انا كل سنه اروح افريقيا، يعني حسسني ان في حد بيدخل افريقيا غيري، انت برضو بتحطط عليا حمل تقيل جدا ان انا كل سنه في افريقيا، كل سنه في كاس مصر، في مش عارف في كاس افريقيا، سوبر افريقيا، كاس عالم الانديه، يعني ما ده مش فير ولا حضراتكم شايفين ايه يعني؟ ولا ايه يا كابتن ماهر؟ ولا ايه يا كابتن شريف؟ شطر وخليك معايا في افريقيا يعني واجل لك مباراتك زي ما انت عايز بالظبط. ادخل ادخل معانا ان احنا كنادي اهلي كل سنه مطحونين في افريقيا ومش عايزين تاجلنا ماتشات اساسا، لان الماتشات اصلا لما تبقى كتير كده عليك هيبقى عليك لود وعليك حمل. والله يا كابتن احنا ما بنشوفش اللي حوالينا، احنا عندنا طريق احنا ماشيين فيه الحقيقه، انا ما باخدش بالي مين الثاني ولا الثالث ولا حاجه. وعايز اقول لك على حاجه كمان، اقسم بالله العظيم بنتمنى لكل الفرق على المستوى الدولي ان هم يكونوا من احسن الناس ويرفعوا زينا رايه مصر. والله العظيم طبعا كلنا بنتمنى نادي الزمالك يكسب، وكلنا بنتمنى نادي الاسماعيلي يكسب، والنادي المصري فرحنا جدا مع اتحاد العاصمه. مين منا ما كانش بيشجع لما يا كابتن؟ دي ناس مغيبين يا كابتن، الناس اللي هي بتطلع علينا اي قصص واي كلام ده وانت دي مصالح شخصيه بس يا كابتن، دي ناس مغيبه مصالح شخصيه مش اكتر، دي مصالح شخصيه. لكن طول عمر النادي الاهلي زي ما انت بتقول الشريف عايز نجاحات لكل الفرق وبنفرقد باله من باقي، واكبر دليل يمكن هنا في برنامج كميدو لما انت اشدت طبعا بحسام حسن النادي المصري اوف والاسماعيلي يا كابتن، والاسماعيلي يا جماعه عايزين الاسماعيلي يرجع، عايزين الاسماعيلي يشوف، عايزين كره الاسماعيلي الجميله، عايزين حتى نادي الزمالك تمنى له التوفيق في مباراه الزمالك اليوم طبعا النهارده يعني النهارده طبعا احنا دي حقيقه والله العظيم دي حقيقه العكس. انت بتتكلم الناس كلها وعايز الناس كلها تسيبك من كلام السوشيال اللي احنا بنقعد نتكلمه، احنا بنقعد نغيظ بعض، لكن طبعا في الاول في الاخر احنا مصريين اكيد هنحب لكل الانديه ان هي تبقى يعني في مستوى لائق بيها وجماهيرها. انت بتنافسني وبيبقى في فاينل شوت بيني وبينك من حقي خلاص هنا بقى نفس. خلاص هنا انا عايز اكسب. انت برافو انك انت وصلت معايا لنفس المرتبه وانك انت بتوصل معايا، وانا مش عارف من يمكن اوصل مع نادي اسماعيلي الدور اللي جاي يا رب. يا سلام في العرب نهائي مصر يا سلام كاس عرب احنا ممكن نوصل مع نادي الزمالك يا سلام، هيبقى برضو احتفاليه بتبقى احتفاليه اللي بتكلم فيه وبيبقى عندنا احنا هنا في مصر ما شاء الله يعني عندنا احتفال الاهلي والزمالك، عندنا احتفال الاهلي والاسماعيلي زي ما حصلت قبل كده في كاس افريقيا بيننا وبين مولين عرب، ده اللي بتكلم وحتى علاقتنا كمان جامدين جدا يعني. شريف لو تفتكر علاقه كابتن صالح وعلاقه كابتن حسن وكابتن محمود الخطيب بمجالس اداره الانديه ككل يعني طول عمرنا احنا احترام كلها مبنيه على كابتن ماهر، وانا عشان كده بنتكلم دي طبعا منصه رقابيه قدام حضراتكم ان شاء الله اللي هتقول عدد الاصوات وهتقول كل حاجه فكرتنا بمنصه الانتخابات، وكان يوم جميل قوي يا كابتن شريف. اتفضل يا كابتن اتفضل. انا عايز اقول لك ان حتى مجالس اداره النادي الاهلي طول عمرها العلاقات اللي بينها وبين مجالس اداره الانديه الاخرى يعني طول عمرنا تربطنا علاقه حميمه بيننا وبين نادي الزمالك، بيننا وبين النادي المصري، بيننا وبين النادي الاسماعيلي، بيننا وبين النادي الاتحاد،
بينه وبين جميع الانديه المصريه، لدرجه كمان يا ميدو انك انت طول عمرك في سياستك انت بتغذي الانديه دي بولادك، يعني كل الاعارات اللي بتتعمل من خلال الجهاز الفني حاليا معظم حاليا او قبل كده يمكن عايز اقول لك افادت الانديه دي بشكل كبير جدا. معظم ولادنا اللي بيروحوا اعاره بيثبتوا وجودهم بالتزامهم وتدريبهم واخلاقهم، وبيقدروا ان هم كمان بيثبتوا وجودهم ويعلوا المؤسسه اللي موجوده معاهم بشكل كبير. يعني كان في لعيب موجود في نادي مولين العرب اسمه حمدي نوح. طبعا حمدي نوح طبعا كلنا اتمنينا ان حمدي نوح ده يلعب في الاهلي. بالظبط بالظبط. حتى الكابتن محمود خطيب عن قريب يعني قبل ما يمسك مجلس اداره النادي الاهلي راح له لغايه عنده وعمل معاه برنامج ايام ما كان في قناه كده كان موجوده وجاب تاريخه قد ايه محمود خطيب كان بيحب هذا اللاعب وكان بيقدره واحنا كلنا كنا بنقدره قد ايه احنا حبينا البابلي والجارم قد ايه حبينا حسن شحاته وفاروق جعفر حبينا لعيب المنصوره كلهم وشفناهم وكنا بنتمناهم ان يكون اي حد كان بيجي لنا حتى في النادي الاهلي يا عبد الحميد وانت يمكن اكتر واحد انت حسيت بيها كمان لما بتروح تيجي من النادي الاهلي من اي فريق بيحتضن على طول بيحس ان الفانيله الحمراء دي فانيلته من قديم الازل حتى لما بيمشي بيروح يلعب في اي حته ثانيه ما زال ان هو عنده كابتن خلص الموضوع وما زال ان هو عارف انه راجع ثاني راجع لمكانه وراجع لبيته ثاني وحتى اولادنا اللي بيروحوا كابتن امثله بتتضرب في الحياه لازم النادي الاهلي يبقى هو الرائد فيها يعني نجوم كبار جدا يعني انا عايز اقول لك سر من اسرار اجيالنا يعني الكابتن علي خليل هداف نادي الزمالك وهداف منتخب مصر كان يتمنى انه يلعب للنادي طبعا وانا كنت اتمنى العب جنب علي خليل يعني حاجه واتمنى العب جنب حسن شحاته طبعا احنا طبعا يعني بيشرفنا كابتن حسن شحاته كابتن فاروق جعفر كابتن طه بصري الله يرحمه لعيبه من اللعيبه العظام اللي يعني بس احنا كده هنلعب نفسنا بقى لو خدنا حسن شحاته وفاروق جعفر لا يعني انا بقول لك ان كل اللعيبه بتتمنى نتيجه النادي الاهلي طبعا انا عارف النادي الاهلي مش كلنا كنا بنروح عند دكتور سيد مصطفى الله يرحمه وبنشوف بنروح نتعالج كلنا مع بعض في مكان واحد قاعدين بعد الماتش يعني ما عداش 10 ساعات على المباراه احنا قاعدين انا ومحمد صلاح وفاروق جعفر وقاعدين نهزر وغانم سلطان وخواجه وعلي خليل كنا وفاروق جعفر يقول لمحمد صلاح شريف اهو مش عارف ايه ونقعد نضحك ونهزر على العشر ساعات اللي فاتوا اللي هي كانت خلصت خلاص بحلوها بمرها خدت بالك بتوفيقها بعدم توفيقها لكن انا كمان عايز احيي ميدو من خلال برنامجك ومعايا يمكن كابتن شريف جمهور النادي الاهلي اللي احنا شفناه يمكن في مباراه حوريه الغيني وبعد كده مباراه النجم اللبناني يعني بقى في زحف جماهيري بشكل كبير يا كابتن ده الجماهير بس انت بس يعني شاور لهم شاور لهم والله العظيم الجماهير ده هم اللي ده مش بص انا كابتن انا رحت الماتش اللي فات يا كابتن انت ذاكر مش عارفين نجيب تذاكر انا رحت الماتش اللي فات بنحييهم وقد ايه تعبت عشان اتاخرت على الدخول يعني كان لازم اروح بدري عن كده وساعدوني عشان اخش الماتش انا بقيت قاعد ايه التنظيم ده كمان عمري ما شفت التنظيم ده كمان على اعلى مستوى بهذا الشكل في ملعب سلام حقيقه يعني هي بس عشان التوضيبات اللي بتحصل حوالين الملعب بره خارج الملعب يا كابتن انما جوه الملعب بشكل الملعب حاجه عالميه عالميه بالنسبه صح زي ما انت بتقول والله حسيت ان انا قاعد بتفرج في كامب نو يعني بالشكل الجماهير بالتشجيع بالبتاع كان ناقص ان المدرجات بتاعتكم دي تبقى انا بقول بتاعتكم عشان انت ماسك تعلى شويه تعلى شويه يعني تبقى طبقتين يعني تبقى طبقتين يعني مش طبقه واحده فكان شكل حضاري جدا منظر ملعب حلو قوي محمد يوسف نفسه صرح قال انا عاجبني ملعب السلام واللعيبه عاجبها ملعب السلام نكون قلنا وفاق سطيف بيحب الملاعب الضيقه والكلام من ده وما اعرفش ايه محمد يوسف قال لا ما تحسش انا كنت قاعد في ملعب السلام انه ملعب ضيق ولا حاجه لا زيه زي برج العرب طبعا ملعبنا هو ملعب استاد القاهره انما حاليا احنا بنتشرف ان احنا نبقى موجودين في ملعب السلام لا وجمهورنا كمان يا كابتن ميدو تعرف اتفضل يا كابتن لا اتفضل جمهورنا طول عمره يعني صاحب فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيساند لعبتنا بشكل كبير جدا وبيشارك معاهم في البطولات اللي ربنا وفقنا بيها وحققنا بيها على مدار 50 سنه اللي فاتوا لكن يعني في حته صغيره كده احنا عايزين من خلال برنامج ميدو ان ناشد جمهورنا القله اللي بيحاولوا يخرجوا عن النظام القله بس اقول لك اتمنى هم عايزين يبعتوا رسائل اتمنى عايزين يبعتوا رسائل صغيره احنا موجودين احنا زينا زي اي حاجه موجوده في الكيان احنا يعني يا كابتن انا بصيت لك انا اللاعب الاول يعني هو عايز يقول لك انا اللاعب صغيره لا وانا حماكم وانا معاك يا كابتن انا معايا طبعا وانا حماكم هم بيقولوا لنا احنا حماكم احنا في ظهركم اقول لكم على حاجه
انا عشان باخد عربيتي والف حوالين الدائري مثلا بالصدفه بشوفهم هم مروحين شكلهم عاملين طب متبهدلين وهم جايين بس هم مبسوطين وفرحانين والله العظيم انت لو تشوفهم يا مات هتبتدي تعمل لهم اتوبيسات كل ده في كل المناطق تقول لهم هوديكم الملعب وارجعكم كل ده كان شيل حقهم علينا لكن احنا بنتكلم على قله صغيره ممكن تخرج شويه بس بلفظ ده اللي احنا ما بنتمنهوش يا عماد لسه برضه يعني ده اللي احنا ما بنتمنهوش واخد بالك يا شريف نتمنى ان شاء الله باذن الله امين طبعا لان احنا عندنا اللي جاي اصعب واللي جاي مهم احنا عندنا مباراتين سيمي فاينل وفاينل ماتش يوم الثلاثاء محتاجين جمهورنا العظيم ده جمهورنا الاهلي اللي بيسندنا ان شاء الله يبقى ورانا في خلال اللقاءين اللي جايين عشان البطوله الغاليه اللي هي غايبه علينا الهجمه الاولى ان شاء الله تبقى هي جماهيرنا باذن الله في مباراه وفاء الصيف. الجماهير يا كابتن شريف حضرتك بتتكلم في حاجه يعني حاجه جميله جدا بس حاجه انتهت وتاكدنا منها وهم بصموا عليها من يوم ما قالوا يا نادي اهلي لغايه الناس اللي ماتت ال 72 او ال 74 وتشوف اهاليهم يقول لك سلام ما ابني يموت عشان النادي الاهلي. انت متخيل كان الكلام عامل ازاي؟ احنا ممكن تسمع جماهير تانية احنا ممكن نموت تاني ونموت تالت فطبعا الجماهير عارف ومش مستفيد. يا اخي النادي الاهلي ده كيان غريب قوي ها؟ العلامه الاهلي دي برضو ما تشوفها كده وتروح تتفرج على ماتش تشوف احنا لعبنا انا وانت ما كناش بنحس برضو احنا ننزل عايزين نكسر الدنيا مش كده؟ ده باحساسنا عشان الفانيلا انما انت لما بطلت وقعدت واتفرجت على الماتشات وبتشوف الجماهير دي بتعمل ايه وبتتاثر انت نفسك المنظور تاني بقيت عندك شكل تاني وانتماء تاني خالص ان الناس دي فعلا هي اللي عملتنا الحقيقه يعني الناس دي هي فعلا صح. اللي شجعتنا وهي اللي وقفتنا على رجلينا في الملاعب ليهم فضل كبير جدا ان كان 90% في الحكايه كلها انا بديهم 90% او بديهم ال 100% والله كلها لانهم ما بياخدوش حاجه دول هم السند بتاعك ده هم اللي بيدفعوا من وقتهم بيدفعوا من تعبهم من صحتهم من فلوسهم من كل حاجه ان هم يعملوا لك الشكل الجميل بياخدوا اجمل ما في اوروبا عشان يخلوا النادي الاهلي بيرتقي بهذا الشكل بالشكل الاوروبي واحنا مفتقدينه كمان يا كابتن شريف في المباراه اللي قبل كده من دون جمهور ما تحسش باداء لعيبه النادي الاهلي ان هم مبسوطين بس اللعيبه حاسه بيهم مش بالك طب بقول لك على حاجه بعد عودتهم بيهم والله لا وقبل ما يرجعوا كمان طب تيجي نستغل عادتنا دي يا كابتن حميد وانتوا هنا كسوشيال ميديا او احنا قناه الاهلي او احنا كناس بنتكلم في الميديا ومن الاهلاويه على طول نعمل لهم حاجات صغيره كده لطيفه اللي بيناموا عليها ماهر حاجات صغيره ما لهاش لازمه الحاجات اللي مش عارف ايه نفضل احنا على طول بتزن العيار ما بيسيبش بيدوش بس المره دي بيدوش في الكيان بيدوش في النظام بيدوش في كل حاجه في الاسم الكبير انتوا اللي عاملين الاسم الكبير ده انتوا اللي بتحافظوا عليه هم عارفين وتاكدين بس برضو احنا لما بنشاركهم بيحبوا كده لما بنحسسهم ان احنا حاسين بيهم بيحبوا كده يا كابتن شريف عايزين نزودها اقول لحضرتك على حاجه انا قلت لهم صراحه جدا كنت انا يعني مع المسؤولين فيا جماعه قناه الاهلي مش قناه منافسه قناه الاهلي قناه لجمهور النادي الاهلي وارضائه يعني احنا كلنا كابتن شريف بالظبط كل الـ 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 القائمين على النادي الاهلي اهمهم الاول والاخير طبعا بعد ارضاء ربنا سبحانه وتعالى طبعا وده الهم الاول والاخير بالنسبه لنا كلنا ارضاء جماهير نحسسهم بقى ان احنا دايما اللي سندك نحسسهم دايما ان احنا واخدين بالنا منهم نحسسهم ان احنا بنرجعهم تاني لمكانهم الطبيعي نحسسهم ان احنا بنسهل لهم جميع سبل الانتقالات وجميع سبل الدخول الملعب وازاي يكون عنده التواجد اللي هو بيحبه انا نفسي دلوقتي بتحب اروح اتفرج على ما صعب عليا كمان ان انا اخش واتفرج بقيت اقسم بالله عايز اروح اقعد في وسطيهم ليه حاسس ان انا زي ما انت قلت تمام في محمي بقى ظهري محمي يعني محمي بيهم مبسوط بيهم وهم مبسوطين بيا نبقى طالعين بعربياتنا وطالعين بنتمشى معاهم قد ايه بي شريف مش عارف ايه احنا فاكرينك ماهر يعني اللعيبه كلها بتتنادى اسم حتى ده يعني واحنا مبطلين بقالنا دلوقتي والنهارده كمان انا بطل بقالي حاجه و30 سنه الكلام ده حقق في الجماعه في الجماعه وهي حصل النهارده من حاجه و30 سنه ما كانتش ناس اتولدت يعني من اعضاء النادي الصغيرين وكبار كبير والله ان هم اتصوروا معانا النهارده واخد بالك ده اكبر دليل الناس لسه فاكرانا كابتن انت قيم كبيره كابتن انت بتتكلم في ايه بجد والله العظيم والله مش علينا احنا بس يعني مش علينا احنا بس سبناها من نادينا ومن مؤسستنا الكبيره اللي هي يعني كبرتنا وخد بالك ودتنا اسمها وكل واحد مننا الحمد لله يعني موجود في عمله حاجه تشرف ويمكن معظم حتى ابناء النادي الاهلي خارج النادي الاهلي
يمكن بيشتغلوا نتاج مجهودهم ونتاج النادي الاهلي اللي هم تربوا فيه، فيمكن بيساعدنا بشكل كبير جدا. يعني حتى المنظر النهارده، بص شريف، يعني حتى لسه الفرحه طبعا، الفرحه والاقبال على اعضاء النادي الاهلي، ده بياكد لك ان اللي بره اكتر من اللي جوه. شريف، احساسي كده اللي بره اللي هيخش، يعني خلاص يمكن دلوقتي دخلت على الساعه 7 الا 5، يمكن بقى حوالي 5 دقايق على مش عارفين هيجددوا يا ميدو لساعتين كمان ولا هيقفل الصنديق خلال خلاص 10 دقايق دلوقتي. الناس واضح كده، لكن شوف الاقبال بتاع الناس، الناس ما زالت. لا، مش هيخرج حد، هو مش هيدخل حد بعد 7، لكن هو جوه خلاص على الناس اللي موجوده لحد ما تدي بصوتها، بيلموا اللي جنب بقى. خدت بالك؟ ويفرزوا الموافق وغير موافق وحاجات كده، ويطلعوا العدد المفروض اللي هو بالظبط هم هيشاركوا بالعدد اللي هو هيقولوا لنا حالا اهو. اتفضل يا كابتن، اتفضل. لكن انا عايز اقول لك يا ميدو ان ما زالت الناس اعضاء جمعيه عموميه بيزحفوا طبعا للنادي الاهلي، وكل الناس فرحانه. يعني حتى كمان شايفين الناس بتحيي قناه الاهلي من خلال البث المباشر الجميل اللي بدا من الساعه 9 صباحا. يعني فعلا فريق عمل على اعلى مستوى، اذا كان من خلال كاميدو او من خلال مذيعينا الخارجيين اللي هم جابوا لنا يمكن فئات، كل الفئات اللي موجود عليها الجمعيه العموميه، من يعني مجالس اداره قديمه، نخبه من أعضاء مجلس الإدارة، نجوم النادي الأهلي إذا كانوا قدامى أو نجوم الجيل الحالي، أعضاء جمعية عمومية إذا كانوا كبار السن أو السيدات أو الأولاد أو الشباب. ورقي واحترام يا كابتن طبعاً، ومفيش شلل ومفيش حد. لا لا لا، عايزين نشكر كمان قناة الأهلي النهاردة عاملة مجهود طبعاً عادي. شكراً شكراً. لا مالكش دعوة أنت يا أبو حميد، أنا بتكلم على معدلة هناك طبعا استاذ خالد توحيد. استاذ خالد توحيد بنحييه طبعا على البث المباشر، يمكن الكابتن عادل القيعي، ايمن بدرة، ايمن بدرة، اسامه شلتوني، اكيد كل القائمين على كده، المشبتون، احمد كوان، شريف شعبان، خالد العوضي، خالد العوضي بالظبط، هم هناك كمان موجودين، كل الفنانين وكل المخرجين وكل العاملين وكل حاجه. بصراحه يوم فعلا تاريخي قوي اليوم ده، يوم النادي الاهلي، يوم تاريخي للنادي الاهلي، ده اليوم الاحمر بجد اللي احنا كنا بنتكلم عنه. فعلا فعلا، يعني اللي خايف ما يتفرجش. لا يعني حتى هنا خسروا، يعني حتى النهارده خسروا. لا، واحنا النهارده كمان كسبنا، كمان كسبنا. ايوه كسبنا الورد النهارده، من اقوى المباريات اللي ممكن تشوفها. يعني النهارده النادي الاهلي بيحقق بطوله اداريه. طب بس عايز اسالك سؤال بقى بجد يا ماهر، بتحس بايه لما بنلاقي محمود الخطيب بيتصور اكتر مننا انا وانت واحنا في النادي؟ ده نجم يعني. انا مثلا انا بتصور 3 4 صور وهو مثلا 15. ده يا كابتن شريف، الغيره دي عايز اشوف. بس ايه الغيره دي؟ ايه الغيره دي يا كابتن؟ عايز اشوف ماهر. انا عارف انا نفسي كويس. لا، ده انتوا بتفضلوا تقولوا كنا بنحب نتمرن معايا، بتصور معايا، كنا بنحب. ما تعودش يا كابتن ان ده معبود الجماهير. يعني ده النهارده شايفه لابس احمر طبعا، ما شاء الله نجم الجماهير. الله اكبر. يعني حتى هنا بتغلبنا ما شاء الله في اللبس. يعني احنا كلنا جايين لابسين شريف. حب سبحان الله يا كابتن، اللي بيحبه ربنا طبعا للعبد. انت شايف، انت من صغار الاولاد الصغارين بستغرب بميدو بتاع. أيوة. ابو 5 6 سنين. أيوة. عارفه ازاي بيبو عليه يا بيبو يا بيبو، عارفه ازاي؟ ده خدني على جنب اداني تويته كده في ودني. فقلت له لا والله مش عايزين نقول التويت. مش هنقولها خالص، خلي بالك. مش هنقولها خالص. وبعدين اللقطه الجميله كمان يا ميدو يا شريف، حته المنديل الكليكس اللي كان بيمسح بيه عرقه، نشوف بقى لما رماها. ما انا قلت وبدأ انا ما شفتهاش. يعني انت ليه نبو مقرراتها بتبين لك ان ده ترندات على تويتر. موهوب. انا ضحكت عليه، قلت له جايب لك فطار فرنساوي وجاي وراجل صراحه مقرر. يعني ايوه، اداريا وفنيا. بس دي التورته النهارده انا ماهر، وجبت لكم تورته ولا لا؟ صراحه النهارده عملت لكم النهارده احتفاليه بالدستور، احتفاليه بكل النجوم اللي كانوا موجودين. والله وديت تورتايه للكابتن ووديت لكم انتوا تورتايه. واتقسمت علينا كلنا، والناس كلت وشكرت الكابتن شريف على الواجب اللي عمله معانا النهارده في يوم الجميل. اللي تشكر احمد شاهين برضو، هو اللي بعت لكم كافي سندوتشات فول وطعميه كمان. بعت لكم التورتايه دي النهارده. انا بعت لنا نفحه من الفول وطعميه. جاب لكم فول وطعميه وانا اجيب لك بالفي واجيب لك خلاص. احنا حلينا بقى
ما كنتش اعرف لا أنا انت 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 يعني جت في الوقت المناسب جت في الوقت المناسب وبكري كل وكله كله 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 كل كل النجوم النهارده الحمد لله اتكلت بشكل كبير. وزي ما انت قلت شريف ان النهارده ان يوم جمعنا كلنا قبل ما نيجي حاسين باليوم احنا دي الميزه الجميله اللي احنا شفنا ناس كتير جدا يمكن ما شفناهاش. كابتن مصطفى يونس النهارده كان موجود طبعا شوبير كان بيشرف الكابتن احمد شوبير قال احلى كلام النهارده بصراحه شوبير قال لك كلمه الصبح قال لك اللي يعدي من جنب سور النادي الاهلي كفايه يعني شوبير قال كلمه جميله يعني حيث انك صراحة. فعلا في مصر ما بتتكلموا على الخطيب انا بقول بيبو بقى اللي هو بتاع الكوره بيبو بالنسبه لنا احنا بيبو ده كنتوا لما بتتكلموا عليه انا بحب اقعد اسمع الكلام اكيد كل المشاهدين بيحبوا اهو التيشيرت الاحمر انا شفت لسه بقول لك بص التصوير اللي انا بقول لك اللي انا بغير منه بقى تلاقي الدنيا كلها بتتصور هنا يا كابتن الحب والتواضع والتبادل اللي بينه وبين انا قلت قبل كده يا كابتن ماهر مع احترامي طبعا لكل الناس تشوفه تشوفه تفرح والله بجد اكتر من اي حاجه تشوفه تفرح تعلم حب الناس بشكل وسبحان الله يعني يا جماعه اللي كانوا نفسهم كابتن فتحي نصير اهو ربنا يديله بقى علاقه فتحي نصير بالخطيب دي انا اللي شاهد عليها دي ما هو انت النهارده ده رمز من رموز النادي الاهلي كمان شريف مع كابتن مصطفى صلاح الله يرحمه وانا عيل صغير في الناشئين منتخب ناشئين فتحي السير ده افتكر بابي وفتحي نصير والنادي منتخب ناشئين فتحي السير ده ميدو يعني يمكن معظم الاجيال دي تربت على ايديه هو منه كابتن محمود الخطيب وطبعا في قصه مشهوره ان كابتن محمود الخطيب كان في المدرسه الرياضيه في الاستاد واخد بالك وكابتن فتحي السير كان هو مدرب او هو استاذ التربيه الرياضيه في هذه المدرسه والله. وكان مدرب لكابتن محمود الخطيب وكان بيصحيه هو وكرامي الساعه 5 الفجر واخد بالك انت عملوا لهم تمرينات خاصه كرامي بالنسبه لحراسه المرمى وكابتن محمود الخطيب كان كابتن فتحي كان بيعلمه داخل ال 18 ازاي يصوب وازاي يحط الاجوال اللي احنا بنشوفها المميزه بهذا الشكل ففتحي السير كمان بيعتبر من نموذج اللي احنا عشناه موهبه تدريبيه عاشت مع كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال خرج جميع النجوم اللي ممكن تتخيلها في كمان كلمه مش قادر اخبيها بصراحه يعني اللي كان نفسه يشوف الكابتن الخطيب او حتى يعني عينين الكابتن الخطيب تيجي عليه للاسف دلوقتي بيتكلموا عليه ومن الادب ومن اخلاقه اللي معروف بيها كابتن محمود الخطيب مش هيرد اعتقد ان هو مش هيرد ولا عمره هيرد لكن طبعا امتوا اتفرجوا على المنديله والمنديله يا كابتن شريف ليه المنديله اهو اهو يا بيبو كده كده يا بيبو والله العظيم كده ما ينفع والله العظيم كده انت بتغيظ ناس كتير جدا خلي بالك عملها مره في ماتش الاهلي والزمالك 4-2 فاكر مرات ممكن ارجع تاني لو سمحت 4-2 رموه واحد رماه اتفضل يا كابتن شريف بالبرتقال خد على فخد رجله بص ده منديل ورقه يا كابتن هو طبقه اهو حذفه وبعدين نطقه مرتين ثلاثه على رجله الراجل رجله بتلعب على طول طب انا اعمل ايه على راي البورسعيديه يا كابتن كان مسمينه الساحر فينس يعني شعب بورسعيد تحيه خاصه طبعا شعب بورسعيد كان بيسمي كابتن محمود الخطيب الساحر وما زال الساحر بينه وبينك يقول لك الساحر الساحر الكره المصريه اللي ما اتفرجش على الكابتن الخطيب يا جماعه يعني اللي كان عمره لسه صغير طبعا سنين كتير اللي ما اتفرجش على الكابتن الخطيب يعني يتفرج عليه في اللقطه اللي فاتت دي عشان يعرف قد ايه بيبو يعني موهبه كبيره جدا وقد ايه بيبو معشوق الجماهير الاهلاويه قبل ما يبقى رئيس للنادي تخيلوا بقى لما بقى رئيس للنادي بيبو اسمه كبير جدا وهيفضل كبير جدا لطول العمر كابتن شريف يعني في نهايه اللقاء دي معاكم طبعا انا بتشرف جدا مش عايزين يوم معاكم يوم جميل يوم تاريخي للنادي الاهلي ويوم موجودين في اليوم ده هناك للاعضاء الحمد لله ان احنا يعني عشنا اللحظه دي الحمد لله عشان نشوف تاريخ النادي الاهلي بيتسطر وطبعا عشنا اللحظه دي عشان نشوف رموزنا الجميله كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النهارده بيسطروا لنا لائحه ذهبيه للاجيال القادمه فبنقول لهم متشكرين من خلال برنامج كميدو متشكرين لقناه النادي الاهلي الصرح الكبير اللي بيغذي احنا متشكرين ليكم يا كابتن موسى الدنيا كلها دايما بتشرفوني وبتنوروني كابتن ماهر همام شكرا جدا لحضرتك كابتن شريف عبد المنعم بشكرك كابتن حميد وشكرك كابتن طاهر حبيبي بشكركم كلكم هنهي كلامي معاكم يا جماعه وانا طبعا يعني ببقى زعلان جدا وانا سايبكم النادي الاهلي خلاص الموضوع بيحترم اي حد وبيقدر اي حد طول ما انت شايف النادي الاهلي هترفع دماغك لفوق قوي 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 اكيد هتقع ومناخيرك هتتكسر ده النادي الاهلي بمنتهى البساطه بمنتهى الوضوح عشان كده النادي الاهلي هيفضل طول عمره طول عمره كبير ودايما فوق الجميع دايما بتشرفوني وبتنوروني بعد الفاصل هتلتقوا مع النجم محمد الجندي استنوني